مش تنتهي ابدا. يا شباب يا حلوين، شوفوا كده فتشوا في اليوم، ما فاضلش غير المكسرات تلعبوا عليها. يا كريم، يعني انت مش ناوي تستجدع معانا وترجع علينا حاجه من اللي احنا خسرناها؟ لا مش ناوي استرجع ولا ارجع حاجه. بقالك بتلعب معايا كام سنه؟ 65 سنه دلوقتي، عمري رجعت لكم جنيه؟ مش همشي لما ارجع اللي خسرت. لا جدع، دعك يا رياض، وريني هتاخد فلوس ازاي. ايه بقى كريم يا جدع؟ ده احنا اصحاب يا جدع وعشره عمر يا جدع. الله، ده احنا نكر يا جدع، ده احنا حوار اسطنبول تشهد عملناها جدع. ايه ده ايه ده؟ 40 جدع في الموضوع. ايه يا جدع يا جدع يا جدع؟ ايه انت بتنقط يا عم انت؟ ولا حوار اسطنبول ولا بتاع، كل ده كذب. انا مختلف عنكم تماما يا جماعه. بص على الشعر، حد عنده الشعر ده بتاع كريم؟ بتاع كريم؟ ها؟ حد عنده البنات اللي بتتهافت يا جماعه؟ ركزوا ان انتوا قاعدين مع كريم، عيب. احنا خسرنا لكن الخساره مش عيب. لكن يا ترى انت فكرت لحظه واحده بس، نعمل ايه بعد ما نبطل لعب القمار؟ انت واخد الموضوع بمأساوية ليه كده؟ تصدق مفيش حاجه نعملها؟ ايه ده، مفيش اي حاجه حرام نعملها تاني؟ حتى المشروب خلص خمره وشربنا وقمار ولعبنا، عايزين نعمل حاجه شمال كده. بقول لكم ايه، احنا كدبنا على بعض النهارده. الصبح. صح الصبح. طب جبنا في سيره الناس بالنميمه. بعد الظهر تسع اللي قاعده معانا، انت مقرخ كل حياتنا. طيب بس عرفت الموضوع، ما تحرشتوش بأي واحدة النهاردة؟ لا لسه. بس هو ده اللي فاقر الموضوع، هو ده. يلا شوفوا بقى بنت، أي بنت رايحة جاية كده، وتحرشوا بيها وأنا أظبط لكم الموضوع. طب يلا. إيه مش تيجي معانا ولا إيه؟ أنا أراقبكم وأظبط لكم الدنيا. يلا يلا، خلي بالك بس الشمس عشان الدنيا نار بره. يلا على مقلوبكم. الله، بس احنا هنخرج ازاي في المطره دي؟ يا جدع مطر ايه ده؟ هو انت احنا اللي عاملينه؟ ايوه يا كريم، بس ده في رعد وفي برق. ايوه لما نعمل مطر لازم نعمل رعد وبرق عشان يبقى 100 100. طب والزفلات ده يعني نعمل فيها ايه؟ ما تعقدهاش بقى. بقول لك ايه، لو قابلته بنت حلوه اوعى انت تتعامل معاها، شكلك تاجر بصل ما تفضحناش. يعني المطره دي مش بتبل؟ لا بتبل يا اخويا. يلا بقى يلا يلا يلا، لغوني على طول. قشطه، سلامه. يلا لو لقيتوا بنت حلوه كلموها عن شعري. ها، قولوا لها تعالوا شوفي شعري كريم. قشطه. ياه، خلاص يا بطه هانت، كلها اسبوعين وابني لك الكوخ بتاعك في الاحراش والادغال. امتى بقى يا تيفه؟ امتى؟ خلاص انا مش قادره استنى. هانت يا بطه، الا بالحق، انت بتحب الاحراش ولا الادغال؟ اشمعنى يعني يا تيفه؟ الاحراش خضره، اما الادغال صفره. بموت فيك عشان انت فهيم يا حياتي. قلنا كيه الوقت خد، خلينا نمشي خلاص، الساعة داخلة على 3 بالليل. بطة، انت حبيبتي خطيبتي، انا من حقي ان انا اسهر معاك واسافر كمان معاك. تسافر معايا يا تيفا؟ هو انت حالتك تاكل يا اخويا؟ بقولك ايه، خلينا نمشي احسن، انت عارف اهل الحارة عاملين ازاي، البت مننا لما تتأخر بعد الساعة 1 بتتلط. ده تخلف ورجعية. نعمل ايه بس يا تيفا، نعمل ايه؟ هما كده اتركوا بيموتوا في الكلام والمسلسلات. بطل، عشان خاطري عايزك تقعدي معايا شوية حتى نسقوكي عناك. طب ممكن المرة الجاية؟ على رأيك، يلا بينا نرجع. يلا بينا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ شايفين الصاروخ ده يا جدعان؟ اوبا اوبا اوبا، مين البنت الجامده دي يا كبير؟ انت مش عارفها؟ دي البنت فاطمه جول. فاكر عم جول اللي كان بيبيع ترمس على الكورنيش زمان؟ دي كبرت وحلوت قوي يا ده كريم. ايوه بس عيب يا جدعان، دي بنت قريتنا، عيب، ما ينفعش يحصل كده. ابوها راجل كنا نعرفه. بصراحه انا مش موافق، بس هي حلو، هي جامده بصراحه. يعني ايه يا كيم، مش هنتحرش النهارده ولا ايه؟ لا انتوا براحتكم، انا مش معاكم بصراحه، بس كده كده هي جامده صاروخ. ايه رايك؟ حلو. ايه المنظر، انت رايح تتطاهر ولا رايح تتحرش؟ ما تخليك محترم، شكلك وحش قوي. مش انت قلت لي نتحرش؟ حرش يوم اتنيل ايه، البس حاجه. يا جماعه انا مش موافق بصراحه برغم جمالها. لازم نتحرش كيمو، دي ضحكت يعني بنت شمال. هي اي واحده تضحك تبقى شمال يا جدعان؟ عيب. قالوا ايه الجمال ده، ايه الجمال ده؟ بصراحه انا مش قادر، انا دايس. مين معايا؟ انا معايا. لا انا ماليش دعوه، اتفضلوا اتفضلوا، تعال تعال تعال. انت بيعتين شوكي رايح يتحرش. بنت بطة، ايه الحلاوة دي يا بنت بطة؟ تيفا، انت عارف انا بحبك قوي وعايز افضل معاك ليه، صح؟ عارف يا بطة، عشان انا بكر ملك. خلي اي متحرش من دول يتحرش بك ولا الهاتشو بسنانك. بقولك يا دكر، انا هجيبها لك من الاخر عشان انت الرجولة اكلاك شكلك. الشباب الحلو ده جاي يتحرش بخطيبتك، في مانع؟
لا يا فندم مفيش اي مانع. في اي اعتراض في دماغك؟ لا يا فندم مفيش اي اعتراض ولا مانع. طب معلش عشان القعده عائليه بس فشويه نفس بقى. تسمح لي امشي؟ انا لسه بطلب منك كده. شكرا يا فندم. الله يخليك. مع السلامه. مصطفى اشكرك انت متعاون. ما تشكرنيش انا، اشكر بطل بالحق. معلش يا فندم. اتفضل. يا ريت حضرتك تديها الدبله بتاعتها، انا معايا واحده تانية. انت ابن حلال. شكرا يا فندم. والله ابوك رباك. طلب اخير بقى. خطرت معايا لا عايز تتحرش خلص. معلش يا فندم. ايه؟ خلي بالكم منها. لا دي في عناية. اول ما خلصت تحرش هجيبها لك لحد البيت انا اوصلها. على السلامه درس. شكرا يا فندم. مالك قابل شاب ابن حلال قوي 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 قوي. ايه الحلاوه دي؟ يلا بينا. دي بنت قريتنا ما ينفعش. يلا بينا بقى. ما ينفعش ما ينفعش. يا جدعان ما ينفعش. يا تيم طبع زينب. ايه ده؟ ايه التخلف اللي الشباب بقوا فيه ده؟ ايه ده التحرش بقى عيني عينك كده؟ مش عارفه مالهم ايه اللي جرالهم اليومين دول. ها مصطفى ساب لي دي، انتوا كنتوا جايبينها بكام؟ يعني جبناها بحوالي 200 جنيه. حلو 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 حلو. بس يا واد بس يا واد الكلو كلو وجعنا ما يخرب بيتك. ولا سيب لي الابهام يالا. يا ابني يا ابني الله بالراحه بالراحه يخرب بيتك يا علاف يا ابن العلاف. ايه ده؟ المهم يعني انتوا بتجوا هنا كتير؟ كتير. كل ما بشوف واحده حلوه زي حالاتي كده انت عارفه اصحابي شباب وبتاع وعايز انا ماليش دعوه. سلام على الصح. بس انت حلوه بصراحه. ربنا يخليك. انا فرحان بالدنيا. يخرب بيتك الاكلادور لسه عاملاه من نص ساعه. يا الخمسه. يا جدعان دي بنت قريتنا، بنت قريتنا دمي صحش. بس هنعمل ايه بقى عيال؟ يتحرشوا. اي حاجه تفرح الاولاد. بالظبط كده. انت تايهه عنا فين؟ عنا فين؟ ايه سحرك ده منين؟ ده منين؟ الواد كان الابهام. انا كفتاه مغتصبه مستحيل اقبل بالوضع ده. لازم انتقم. لازم اخد حقي. لا يا بطل. اوعي تخلي الشر يتسلل جوه روحي. لا وبعدين انت خلاص اغتصبوكي في حلقه وخلصت. دوروا الباقي عليا انا، فاضل لي 120 حلقه الله اعلم يحصل فيا ايه. وانا ناوي اتجوزك وانسى الموضوع ده خلاص. ايه الاسلوب ده؟ انا كفتاه مغتصبه مستحيل اقبل بالوضع ده. لازم انتقم منكم كلكم. انت خلاص ما تزهقيناش بقى. الناس تجيبي طبله وطار وانا فتاه مغتصبه. عرفنا ان انت مغتصبه. انسي الموضوع وانا موافق اتجوزك على الابيض من اول وجديد. قبتمك يم قبتمك يم شتنتني ملومك يم تاني انا ترتمي انا ملرم بشكوبك يم قبتمك يم قبتمك يم شتنتني ملومك يم شتاني انا ترتمي انا ملرم بشكوبك يم. صلى على النبي يا بطه. ايه اللي جرالك؟ اوعي تفقدي عقلك. هتبقى مغتصبة وهبلة؟ لا اهدي اهدي. انا الراجل اللي هتجوزك موافق ان انسي الموضوع ده. هنتجوز على الابيض على جديد يا بطة خلاص. يخرب بيتك بهدلتيلي صدري من زغد زغد ومشوراني. وربنا ما انا متكلم معاك. يلا غوري في داهية. يا رب يغتصبوك تاني. ده ايه القرف ده؟ حلاوتك يا كبير. اتفضلي عروسة. ايه ده؟ مين دول؟ صحابي. مين؟ صحابي. اللي مين؟ لا دول العيال اغتصبوني. يا شيخة بقاش قلبك اسود بقى. دي عيال طيبة وغلابة قوي. المجتمع هو اللي ظلمهم. من النهاردة دول اخواتك. انت غشاش وأونتاجي ولازم تموت. وانت كمان دمك بارد. يعني ايه هربت منكم؟ شتركوا اخطفوها واغتصبوها. ذات هو تبدأ من وانا واقف. انت اتجننت؟ اعمل لنا كاس يا بت. حلاوتك يا كبير. منور ابو فايزة. خش على السنيوره العب. اكيد دي السنيوره. وريني يا اخويا. خلصين بالقديم. ايه ده ايه ده مالك؟ انا حاسه ان انا هيغمى عليا. لا 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 مش وقت. الناس قاعده. عيب. ادخل انت يا كبير. انت في الامان اطمن. وانتوا ايه النظام؟ احنا قاعدين قاعدين قاعدين. لا مفيش قاعدين. تعال عند خالتك. اطلع بره تهوى. يلا بكلسونك ده. يلا يلا يا خفيف تهوى. سيب الكوتشينه دي وغرف دايه. يلا. عموما يا كبير الدنيا لقى وتلاقي. لقى وتلاقي. يلا اطلع بره مش عايز اشوفكوا تاني. وانت اللي في العين السخنة. يلا برا. ايوه جميل. برا. اقذر الناس عرفتها في حياتي. برا يا زبالة. فعلا زبالة. تعالي يا حلو. يا وسخ يا ولاد الادب. مبروك عليك مبروك عليك شقتك. اقعدي اقعدي. ميرسي يا بيبي فصلوني. متخليش حد يعصبك بقى. دي ليلتنا. تعالي. ايوه كده. اتغندري اتغندري. ما شاء الله ما شاء الله. ايه النصيب ده؟ اهلا اهلا. تصدق يا بيبي قفلوني؟ لا لا محدش يقفلك. احنا هنولع الشموع دلوقتي وهنعمل النسكافيه وهننبسط اخر انبساط. حلو قوي حلو
حلو قوي، انا بحب الانطلاق ده، حلو قوي ده. ميرسي. عايزه تقولي حاجه يا بنت؟ ها، عايزه فلوس؟ لا ده بعد الدخله على طول هطلبها. اوكي يا اموري، انا بس يعني مكسوفه شويه. لا اتفضلي، خير قلقتيني. يعني انا كفتاه مغتصبه كنت حابه اقول لك انه ان شاء الله الموضوع ده مش هياثر علينا خالص. ثانيه واحده، انا باذن الله حل... ثانيه واحده، ليه انا خليني اكمل بس. لا كمان. في جمله توقف كل اللي جاي. انت كفتاه ايه؟ مغتصبه. مغتصبه؟ طب انا من حقي اعرف قبل الجواز، ما قلتليش ليه؟ لا لا، الجوازه دي خلاص فيك، الجوازه دي باظت. يعني ايه كريم؟ اللي يعني ايه؟ حصل امتى الاغتصاب ده؟ انا جاي يومين من دبي وقلت اتجوزك وامشي. نعم. وقالوا لي بنت ناس طيبين. انت بتقول ايه اللي انت بتقوله ده؟ مش كنت معايا بتتفرج عليا وانا مغتصب؟ انا كنت معاك وانت بتخطئ. امتى الكلام ده كريم؟ ايه الصبع؟ صبع؟ وانت مريضه ولا ايه كريم؟ الاكلادور. اكلادور ايه؟ انا مش فاهم حاجه. اتكني يا كريم. اتكني ايه انت؟ ايه الهوس اللي انت فيه ده؟ لا ده انا اتغشيت فيكي. الكلسون يا كريم. كلسون؟ الراجل اللي كان قاعد هنا ابو كلسون؟ انا بشوفه في كل حته بس ما عادش بيعمل ايه بصراحه. لا بقى يا كريم ما تهزرش، ولاد عشان يخش اشوار شعرك وما لسه هتعملي بقى الحبتين دول. لا اذا كان على شعري انا مش اشواره من زمان، مش اول مره اشوره لك، فاهدي كده وشكلك فيه بقى شامم ريحه الجنان. ريحه الجنان؟ لا يا حبيبي، الكلام ده عند ام لطفي اللي بتيد وتطفي، مش عندنا. عند ام لطفي اللي بتيد وتطفي؟ يعني مقعدك في الديكور ده كله وعامل لك الهاله دي وتقول ام لطفي وبتيد وتط؟ لا 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 سوري، حتى لو مش تم اغتصابك انا مش هيشرفني. يا سلام يا سلام يا اوعى يا خني يا خني، فاكر نفسك هتهرب من الدخله ولا هتهرب من الدخله؟ هتدخل يعني هتدخل. ايه الجراء اللي جاي لك دي؟ ده انت لسه قايله ان انت مغتصبه. ايه ده البجاحه؟ يعني ايه مغتصبه؟ انا اول الاخر واحده مغتصب ولا ايه؟ يعني هي حاجه شريفه قوي، ما تتلم وليه؟ شريفه ونصب، ما تتلم انت كمان. لا اوعى كده واصحى. لا هصحى هصحى، وبالدليل ان انا سايب لك البيت وماشي. لا يا حلوه هتيجي وتروح فين؟ تعالى هنزل اقعد عليها مع اصحابي. يلا يا مجنونه، يلا يا مجنونة. اكلردم بير ماس شكلردم سلر ماس ادي شمرك بستر ماس بيرلجي شماسي اكلردم بير ماس شكرم بردم امبلاس دكرم دردم استيقاس برلين دشم مسي فاطمة يا فاطمة يا طماطم يا فطمطم بحبك وارمي نفسي لاجل حبك من المقطم فاطمة يا فاطمة يا طماطم يا فطمطم بحبك وارمي نفسي لاجل حبك من المقطم اشلر امسر درر شند السند ملك ريسندم عايشة برما دي السلر امسي لرلن بحبك يا حبيبتي قد ايه لو شط رئيسي بالتركي هاجة اقولها ان شاء الله لو بالاندونيسي بحبك يا حبيبتي قد ايه لو شط رئيسي بالتركي هاجة اقولها ان شاء الله لو بالاندونيسي اكرر دم سرق قليل بريم الشلر هي السرلم عرضي سوى درم سرل بريم الشلر مكسر الدم اكشر لبري السم برنيم اكشر بالرلم سري بيجا اكسر لنسل لبيالك سر بالرندي في قلبي بشتكي واسهر وبرطم خبيت سنين في قلبي بشتكي واسهر وبرطم اكشر دم سرقة مردم ارش سن لدمدم ارش سر لدمدم فطمة يا فطمطم اهي 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 مختلف
عشان فقار الدرم. لو كنت عملت حاجة صدقيني هعترف. وخديها مني كلمة يا طماطم وعقلي، كيمو التركي صادق يا حلوة لو حلف. انا دايبريك سرقة من رشدة السمر ماكس دلدم. انا ودري السبن ناقص من قشق لبلدم. يا عارفين اللي مش هيدفع القتاوي يا بلد فراخ راح عن تفريش وبيدي. طب مش دافع. تعال الواد يا صدري انجر وادفع القتاوي وتتفرج على العفريه. لا ما عايش اتفرج على العفريه. والله يطلع لك ريش يا ابن فريخي. طب ايه رايك باقي ان الغوله هتبوسك من حانك فرنشي كيس. لا الحاجات دي عيب وحرام. بس يا واد يا صميضه كفايه فرج على الافلام. اسمعوا يا بلد، أوامر منظور بيه إن كل البلد لازم تتفرج على العفاريت غصب عنيها، واللي مش هيتفرج على العفاريت هنرميه للوطويات وهتتسمي بهايمه. ايه. وهتتحرق أرضه. ايوه. وهيتحرق شنبه. ايه. ويبقى كيف النسويين. سامع يا صميضة؟ لا مش سامع. بس يا ود وخدوا من الخبر ده. ما بلاش الخبر ده. بس يا عطية اللي توا من هنا ورايح هتبقى جطاق طاقين. ايش جبروت دي؟ ايش دي؟ وسع يا ويل بندور به وصل. حلو يا دي ابراهيم الولع. خبريه مالكم عاملين زيت وزنبليتة ليه على الفاضي؟ في ايه؟ قلنا لهم اللي توا زادت الطاق طاقين هاجوا وماجوا. هاجوا وماجوا وانتوا واقفين وهم هاجوا وماجوا. طب معلش احنا متأسفين يا جماعة اللي قالوا الراجل اللي بيقول هاجو مجدة الطاق مش طاقين، عشان خطيركم الطاق 40 طاق. ليه ونجيب منين يا مندور بيه؟ ده احنا غلابة وما حلتناش اللضة. ان شاء الله عندكم ما جبتم ولا شفتوا العيشة وتموتهم. انا ما بكرهش الا اللي زيك الغلابة اللي يقولوا احنا غلابة دول. انا مالي ده جزاتي اللي مخليكم عايشين في ارضي وارض ابويا وجدي، ومش كده وبس عامل لكم ملاهي وبتتفشخروا في البلاد اللي حدانا. عندنا ملاهي هلم كل مليم دفعته يا بلد. قلت يا سميضة؟ لا انت بتبرق لي يا سميضة. ايوه يا سميضة بيبرق لي. طب يا سميضة انا هخليهم يفرجوك على حاجة عمرك لا انت ولا اهلك شفتوها. على ايه؟ هتشوف دلوقتي. فرجوه. انبسط. قول لناسك واهلك شفت ايه جوه يا سميضة. ما قدرش يا تقول شفت ايه جوه. ما قدرش حب على يدك ما تدرني. ما قدرش حب يقعد على يدي زي ما قلت. اسمعوا اي واحد فيكم ممكن يدخل المكان ده مكان سميضة وهيشوف اللي عمره ما شافه. كملوا عليه ادخل سميضة. حرام كفاية. حرام كفاية. حرام كفاية. حرام كفاية. مين فيكم مش هيدفع القتاوة؟ لسه باقي 200 وريان وربنا لقول. ومين فيكم يا اهل البلد مش ناوي يدفع القتاوة؟ انا مش هدفع القتاوة. يا ساتر يا رب ايه الاحجام دي؟ انت من فين يا بلدينا؟ شكلك غريب على البلد لان مفيش مخلوق في البلد دي يقدر يوقف يقول لك الكلمه دي. انت منين؟ انا من مطاريد الجبل واخر مطرود في الجبل فيهم، ونازل عشان اشوف الغوله والعفاريت. ده انت هتشوف الغوله وام الغوله كمان وببلاش. احنا عنينا رجاله الجبل والجايين من الجبل. تعال يا حلو تعال هتشوف الغوله. اقف هنا. اقف هنا؟ اقف هنا انا فرجيك الغولة. لا انا اشوفها.
اوقف. عايز تشوف الغولة ها؟ انا برجيك الغولة. ورهاني. اهدي. حلوة الغولة؟ اهدي خلاص يا خدور بيه. حاج علي. لا استنى لسه فيها حتي. انا امي عايزة اهدي. امي عايزة اهدي. وتوقف تقول لي قدام الناس مش هدفع لك تاوى. انت مش تدفع حاجة خالص خلاص. اخر حاجة تدفع. يا نهار اسود. يا نهار اسود كفاية. انا من رجالتك يا خدور بيه. استحملني فاضل اربعة نخلصهم وخلاص. يا كتير. كفاية كفاية الخنجر هيضرب في كرشي. مين البيت دي؟ بنت الحاج إبراهيم الحلاق. كبرت وحلوت. نجيبها لك. ملكوش صالح. شوف الولية كاتعه فين. خليها تجيبها على المضيفة. خليها تقلعها الأسود ده وتظبطها وتحط لها مكياج يا راحت فيه. والله ونلت اللي ببالك يا مندور يا ابو الدهب وعملت ملاهي الشيطان ونفذت وصية ابوك. الله يرحمك ابوي ويحسن اليك. انت اللي زرعت في قلبي الشر والقسوة ولغيت من حياتي حاجة اسمها شفقة ولا رحمة. مش هنسى يا ابوي اول ما وعيت على الدنيا شفتك وانت بتقتل امي وامي بتقتلك ودخلت عمتي قتلتكم انتوا الاثنين ودخل جدي خلص عليكم كلكم. رضعت منكم الشر. ربنا يبارك فيكم وفي سيرتكم العطرة. اول مرة قتلت فيها كان عندي 12 سنة واول مرة اغتصبت فيها كان عندي 12 سنة وأول يوم حركت في غطان للغلابة كان عندي 12 سنة بس كان نفسي ربنا يكملها بمترين ثلاثة طول عشان الهبة تكمل. لكن بعون الله أنا عوضها بالرعب للخلايق اللي بيقولوا عليهم غلابة دول عايزين الحرق. يا رب يا رب زودني شر وقوة. خش يا كتعة. يا ساتر. العوافية يا مندور بيه. جبت لك ست البنات. جر يا بيت. جرب يا بيت على سيدك يا بيت. تأمرني بحاجة تانية يا مندور بيه. استني أقول يا رغاية انت. جاية جاهزة. أحمر وملعلط. لف يا بيت. بس يا بيت دوختيني وقفوها وقفوها وقف يا بيت. وقفي. ايه. قولي لي يا ولية. ضفايرها دي ضفاير ولا اكستنشن؟ لا ضفاير يا مندور بيه. كله هيبان. ما احنا ما هنلعب مع بعض هنشد بعض هيبان. لعبي حواجبك يا بنت. بس خلاص خلاص مجنونه باين عليها ولا هبله. حواجبها دي بتاعت ربنا ولا تاتو؟ لا بتاعت ربنا. هنشوف. احنا برضه ما نغازل بعض. انت خافره شغلانتك. هنلعب حواجب بعضينا وهنفهم. ماشي. لم يا وليه تجلبيه. لم يا بنت. والجسم ده خساسان ولا شافطه؟ لا طبيعي يا مندور بيه. حلو. والجوره دي مفروده من عند ربنا ولا ضربه بوتوكس؟ لا 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 مفروده من عند ربنا. افتكري افتكري كل كلمه قلتها لي. حاضر. عشان لو كدبت في كلمه انت خابره ايه اللي هيحصل لي. حاضر يا مندور بيه. ادي الوليه دي 50 قرش. 50 قرش؟ 50 قرش اعمل بيهم ايه يا مندور بيه؟ حرام عليك يا مفتر يا ظالم. طلبت مني صبيه حلوه جبت لك ورده مفتحه ولابسه احمر اهي زي ما انت قلت. حرام عليك حرام عليك يا مفتر اعمل ايه من 50 قرش؟ مفيش حاجة يا مندور بيه. خدوها قطعوا لها رقبتها. لا يا مندور بيه. وطلعوا اللسان وقطعوها عشان الغولة بتحب اللسان. حرام عليك يا الله. أمري قطعوا دراعتها. ده الظالم قال. تعبت تعبت. ترمي كله قدام عينك من الاول عشان تبقي شايفه وخابره وعارفه انت هتعاشري مين. ها افهمي عشان ما تضيعيش انت لسه شباب. القهوه اقول عليها زياده تيجي مظبوط رقبتك هتطير. فاهمه ولا كلمه تخرج من الدار دي سمعتيها انت فاهمه هقطعها قطيع. ما عنديش يعني ما ها ايوه ايوه
ودخلتي وقعدتي من غير ما تبوسي يد سيدك. هعدي لك الغلطه دي. بوسي. كفايه كفايه كفايه. انت جعانه ولا ايه؟ بوسي. خلاص كفايه. خلاص خلاص خلصنا خلصنا. عايز اقول لك على حاجه. الرعب اللي انا مسببه للبلد ده هون والشر اللي انا بس فيه كل دي كوم ده منظور تاني، لكن منظور بيه مع الستات حاجه تانيه خالص. تلاقيني هايف، احب الدلع انا واحب الحريم. ايه بنت الحلاوه دي ما شاء الله، ايه دي ودي كبيره حبتين. ده حلق يا منظور بيه. ايوه 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 ربنا يزيد. بيت يلا يا بيت كبسي ظهري يا بيت. كبسي. يخرب بيتك مال يدك تقيله ليه؟ مش يد ست، دي يد راجل. مالك من يدك حلوه زي الفل اهو. ازيك يا بنت يا صبري؟ مالك يا بنت في ايه؟ في ايه يا بنت؟ هي ما قالتلكش انني ملبوسه؟ مين اللي قالتلي؟ ومين ملبوس؟ مين لابس مين؟ انا ما اعرفش حاجه. اديك عرفت. طب اعملي هاني دلوقتي، يعني انت مين ولا انت لابسها ولا هي اللي لابساك ولا انتوا التنين عايزين تلبسوني؟ انت عايز ايه؟ انت مين؟ اني ثروته. ثروته؟ طب وانت ليه لابس الولايه دي يا عم ثروته؟ الحب. حب؟ طيب ربنا يهنيكم ببعض. ده انت حلتها يا عم ثروته. انا اطلع بره وانتوا التنين تحبوا بعضيكم انتوا صبرين، وخذوا راحتكم، الدار كلها تحت امركم. انت بس لو عزتوا حاجه اوقف وقولي اه يا مندور، تلاقيني خدام تحت رجليك. بس ابو سيدك فكاد يا عم صاروخ. سلام قولا من رب الرحيم. لا بص ليش كده، يعني بخاف. يعني شوف انا عامل ملاهي الشيطان وكل حاجه، بس انا بخاف. اعمل ايه؟ اعمل ايه يا عم صاروخ؟ تعال هنا. ولا هنا ولا مش هاجي صاروخ. تعال هنا. حياتي ان مين انا جاي صاروخ. تعال هنا. انت اسفتها يا سوي. اوامرك يا مندور بيه. عملتوا ايه في الولية اللي جابت البلوة دي؟ قتلناه. حلو 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 الحمد لله. ليه يا مندور بيه؟ ده هي اللي جابت لك ست الحسن والجمال. حياة النبي. طب سلم على ست الحسن والجمال. ازيك يا ست الحسن والجمال؟ اهلا اهلا. شوف ما طلعتش ست الحسن. قول لها انت مين؟ قول لها انت مين؟ انت مين؟ انا ثروة. يلا خد على الزريبه، ما فينا تسيبها لوحدي. امشي امشي. خد هترتاح يا عم ثروة الزريبه، وكل زي ما اتفقنا زي ما اتفقنا. امشي امشي. لا لا خدها انت، خدها انت. امشي امشي. روح يا عم ثروة، روح روح. اسود ده الا للسوده دي. الظاهر من كتر الناس اللي قتلناهم هيطلع على دماغي. استر يا رب. سلم قوله من رب الرحيم. مين؟ أني ثروة يا مندور. أنت لسه ماشي ثروة ولا اللي مشي ديت البيت؟ أنا ما بقيتش فاهم حاجة. عايز مني إيه؟ أني موجود معاك يا عم نمرة السرايا. عايز مني إيه؟ أني حبيتك. والمطلوب؟ أقعد معاك وسبهي. خلاص تقعد معاي. وانا زي ما انت شايف يعني ربنا فتح عليا وعامل ملاهي للشيطان. انت اللي هتمسكها ومرتبها تشوف، بس الحمايه الاول. بجد هتحميني؟ احميك. ربنا يبارك فيك يا عم صاروخ، واهم حاجه ما تطلعليش وانا لوحدي بعد كده. نتقابل في الملاهي. اتفقنا؟ اتفقنا. بالسلامه انت. بالسلامه. استبيني استبيني. الحمد لله الحمد لله. يا سعادة البيت بتكلم راجل شرير مولود في الشر. ايوه كل البلد مرعوبة، كله خايف، وما فيش حديث في البلد غير على الغول الغول الغول. ايوه مندورة بالذهب مسيطر. سلام. بتكلم مين يا مندور بيه؟ لا دي النمرة غلط. اهلا وسهلا بالردالة. خير داخلين مبرقين كده يعني، مالكم؟ عايزين نقول لجنابك على حاجة. تقول يا عوض. قول انت يا عطيه. عايزين نقول لجنابك على حاجة. ما تقول يا عطيه. قول انت يا عسوي. عايزين نقول لجنابك على حاجة. ما تقول يا زفت الطين. فيه إراد كل مادة في الناس. إراد ايه؟ واحنا لسه جمعنا المحصول، انت فين والقصف فيه؟ إراد الملاهي. اسم الله على جنابك. اسم الله عليك انت يا اخوي. ملاهي ايه؟ ملاهي الشيطان. الإراد ماله؟ في النازل. ملاهي ايه؟ الشيطان. الشيطان؟ الإراد نازل بتاع ملاهي الشيطان؟ ليه؟ شايفني قاعد انا بعمل محشي مع النسوان في البيت ولا ايه؟ امال الطوابير اللي انا شايفها ليل ونهار ديت
بيلعبوا المراجيح اللي بيتفرجوا على العفاريت. لا بيتفرجوا على العفاريت. حلو، اديك قلت بعظمه لسانك. اللي بيتفرج على العفاريت مش بيقطع تذاكر؟ ايوه. اي امال انت جاي تقول لي ليه الايراد بيقل؟ يبقى انت زي ابوك، وابوك كان ايه؟ حرامي. ايوه انا نسيتك، انت ابن زكي. انت ابن زكي يا ابن الحراميه. وانا بكهربك ده، انا بديك باليدات. عايز تسرقني فين يا اتعادل وقول لي مين اللي بيقال لي يا ولد النصابين؟ ليراك بتتكلم؟ يا صدقوا عطية بيكون الحق يا مندور. مندور؟ انت نسيت مندور بيه ونسيت نفسك ولا ايه؟ انا نسيت نفسي. انت نسيت نفسك؟ ايوه. انت شك معاه يا مندور بيه، ما تظنش فينا السوق. امال اظن ايه بقى؟ انت معاهم. تعال عشان انت تخين هاخد معاك وقت. لا انا مندورة بالذهب، اقطع الثلاث روس دول. فاهمين ولا مش فاهمين؟ سامحني يا مندور بيه. قول لي الحقيقة، الناس عايزة ايه؟ يا مندور بيه. ايه؟ الناس ما بقتش تخاف من العفارية. عايزين يشوفوا الغولة نتنب فيها. ايه عاد الاداء الاوفر دي؟ يشوفوا الغولة نتنب فيها. نتنب فيها هتلهم غولة. غولة ايه يا مندور بيه؟ ما احنا دفنينه سوا. ايه صحيح، ده احنا ما عندناش غولة ذات نفسية. طب هنعمل ايه؟ بس جات الفكرة، احنا عايزين غولة غولة صح؟ ايوه. يبقى نعمل كاستنج. ايه الاشكال اللي بتجيبوها دي؟ لفي افردي يديكي وعالبيت. يلا خف منيها واخرج على طول. سلامة، هنعمل ايه؟ استنى جات الفكرة. عارفين مين تبقى الغولة؟ مين؟ هات البت صابرين الملبوسة دي. يا سلامة منظور بيه، لو ملاه الشيطان دي ترجع زي زمان. هترجع وشرفك لترجع عطية واقوى من زمان، وهتلاقي الطوابير لحد اخر البلد، وهنكسب والفلوس هتلعب معانا تاني. الناس عايزة ايه؟ عايزة الغولة، عملنا لهم غولة. مش زبطتوا صابرين؟ خلاص انتهينا، ما تخافش. بس انتوا خلي بالكم من شغل، ما تقفوش مبرقين كده بس والناس تدخل من وراكم. ها اصحوا. عارفين يا بقرة انت وهو لما الفلوس تلعب معانا تاني هعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هجيب ميني كوبر. طول عمرك طموح يا مندور بيه. لا ونزيه. واللي في يدك مش ليه. واللي ليه مش ليه. يعني ايه الجملة؟ يعني ايه اللي ليه؟ هو اي كلام؟ هو اي كلام؟ شوفوا الزفت اللي بتجهزوها، بقالكم يومين. يا عيسوي اهو عيسوي جاء. خش يا ملبوسي. يلا اهي جهزت يا مندور بيه وبقيت مية مية. صابرين صابرين عابت. قوم يا عجل انت. اقعد يا بت اقعد. تذاكر جاهزة؟ جاهزة. مش عايز دلع في الملاهي ها؟ ايه؟ ايه بتزم في وشي ليه؟ لا دي مش صابرين، مش صابرين، دي غولة بجد. ضحك عليكم، حد جاب لكم غولة بجد. عطيه. لا رخان. لا عطيه. لا تعال خايف. عطيه. لا منظور بيه، منظور بيه. العلم النهب في الخلق هيطلع علينا، اللي عملناه في الناس طلع علينا. بص مقرب بتزوم ازاي، شكلي تشليت. ايه منظور بيه؟ تشليت العصايه. وقع ما توقع العصايه. بقول لك اتشليت، بقول لي عصايه. انا خايف الناس روحوني. ما انت في بيتك يا منظور بيه. لا ده مش بيتي، مش دخلوا تاني. وانت براحتك، برطع براحتك فيه. يعني انتم مستنين منزف من الخوف قدامكم. شلوني حمل ويل. شلوني حمل. شلوني شلوني ادري.
شال جراجيش بسهولة. لعلع يا خول يا خول يا ابن الحولة، هل بدي ما رأيت الغولة؟ اهبط يا ولد يا ولد الفردوس، دي الجرجاشة الجراجيش بسهولة. لازم تحسوا باللي بتعمله. نرفع كل حاجة فوق، ايدين فوق، واحد هوبا يمين، واحد هوبا شمال، واحد هوبا يمين، واحد هوبا شمال. مين الشطورة بقى اللي هتعرف تعمل حركة ديت؟ هايل 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 سمبولاغا، طول عمرك بلد موهوب فنان قدام السلطان. طول عمرك وفي سمبولاغا. حضرت طلبيه الجواري الجديده لمولانا السلطان سليمان؟ موجودين وانا بدربهم بنفسي. موزز بلا؟ موزز. تشكرات سنبولاغا، تشكرات. تشكرات سلطان، تشكرات. يلا، واحد هوب يمين، واحد هوب شمال، يلا واحد فك شوي، يلا يلا يلا. دستور السلطان سليمان المعظم. بعتهم الأربعة على الأوضة. لو تكرمتم، أنا عايز أقعد مع السلطانة الأم والحريم الأربعة بتوعي والباقي برا برا. سليمان ابني الغالي، مالك؟ شكلك كده خدت قرار الحرب. بقولك ايه يا سلطانة، سيبك بقى من قرار الحرب والأوامطة الكدابة دي. فين ال 400 دولار بتوعي؟ 400 دولار؟ 400 دولار بتوع ايه؟ 400 دولار بتوع ايه؟ انا بحذرك يا سلطانة تلعبي الجيم ده معايا. الله، انت نسيت نفسك يا سليمان. انا السلطانة الأم وانا السلطان المعظم، ممكن اعزلك، اقسم بالله اقلعك السولجان والتاج وارميك تنضفي الحريم زي زمان. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي مخليك متاكد كده؟ هقولك ايه اللي مخليني متاكد. فاكره من 13 يوم اما كنت راكب الحصان بالاماره خدت مني 700 دولار، حصل ولا لا؟ حصل حصل سليمان حبيبي. افتكرت افتكرت 700 دولار. ايوه، بس انا رجعتهم لك. خانك ذكائك يا سلطانه، رجعتي 300 بس يا حلوة. وقصري عشان ما اتكلمش في اللي بالي بالك. لا بقى، ها
اتكلم في اللي بالك بالك. ها التاج اللي على راسك يا قطة. هي حصلت التاج؟ أيوة التاج ده مكتوب في المراس بتاعي أنا. التاج ده يا سليمان أبوك كاتبه لي في القايمة هو والسجاجين. والله طيب أنا هتغاضى كسلطان على كل التفاهات دي، بس في حاجة لا يمكن أسكت عليها، شريط الترامادول ال 225 اللي في درج التسريحة كان فيه 4 حبيات اتاخد 2، وأنا شايفك ما شاء الله بتحركي في القصر ولا بنت 17، حلال عليكي. اديني الحبيتين اللي فاضلين، اديكي شايفه جرمع الحريم اللي لسه رايح على الاوضه. الولد اتجنن. ابراهيم باشا، ابراهيم باشا. يا ابراهيم باشا بتدهيلي ابراهيم حسن؟ اعمل اللي تعملوه. بقول لكم ايه، اقسم بالله اقلع لكم مالته واعمل لكم فضيحه واولع لكم في القصر ده. خلي بالك يا سلطانه، اوعوا تكونوا فاكريني خرنج، لا انا سبونج بوب وأصفر كمون يا سلطانة، وده لوني على فكرة. إبراهيم باشا هنعمل إيه؟ ده بيقول أنا مش خرنج، سبونج بوب وأصفر كموني، وأنا قبل ما أنام في حاجات لازم أعملها. ده إحنا نلمله ونخلص. أنا ما معيش في البوك بتاعي غير 15 دولار، وأنا بتاع 30 شايلهم في القفة. كنت أعمل حسابي لليوم ده، هتصرف. ذوكوا معانا يا حبايب، يلا يا ابله ما تعديهمش، سيبيهم ببركتهم حبيبي. يلا يا حبايب، يلا يا ابله، يلا يا ابله، يلا يا قمر، مكمرهم في الكم. ده ايه القمر ده؟ سكر وعسل، حلاوه حلاوه. بعد اذن حريم السلطان يتفضلوا على الاوض. مولاي ولا تزعل نفسك. لا يا حبيبي، طالما حقي معايا ما بزعلش. سلامة. مية مية. أنا مخنوق عايز أشم هوا. يلا يا مدحت، هات برتقالة يا مدحت، أشرها لي يا مدحت. اصحوا. كانوا فاكرين هيقلبوني، بس أنا طلعت ابن أصول. طول عمرك أصيل ابن أصل. لعلمك كان ممكن أشكها محضر وبهدلها، بس أنا بتبع مكارم الأخلاق. طول عمرك كريم ابن كرمة. أنا مش فاهم بيبصولي إزاي مع إني صايع عديم وهم عارفين. طول عمرك صايع ابن صايع تنبل. معلش يا مولاي، معلش معلش. Здравствуйте, мой дорогой король. Угощайтесь, пожалуйста. Это на хрустике мы вместе с мамой готовили. Это с изюмом. خد منها البقسماط وخلصني. ايه الرغي ده؟ انا فضيلك. ايه القرف ده؟ امشي. ايه اللي جرى للحراملك؟ ايه اللي جرى له؟ انت ما شفتش حراملك يا سنبل قبل كده؟ الحرام اللي كان ايام ابويا الله يرحمه. سيبك بقى من المناظر دي والاحجام دي، لا 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 لا، انا كنت بمشي مع ابويا الله يرحمه وانا امير صغير كده هنا في الكريدور ده، كنا بندوس على النسوان، بندوس دوس. ايام ايام سلطان قلبي. ايام حبيبه الروح. اللبن مولاي. لتاني يوم بتعرضي عليا اللبن يا هيام، وانت عارفه ان عندي اسهال. ماشي في القصر في وسط الناس بسأل بسأل أعمل إيه عشان أفهمك؟ ده ليه معنى واحد، إن أنت ما بقيتيش مركزة مع السلطان المعظم وليكي أهداف أخرى، بس ده مش موضوعنا. بعدين دي البتاع اللي في إيدك ده، ورا ورا يا سنبل خطوتين ورا. إيه يا أفندم مولاي؟ يا أفندم إيه، أنت داخلة بتتدحلبي هتنيميني يعني؟ أنت بتستقبلي يا وليه؟ أنا مش كذا مرة مكلمك ما تطلقيش صدرك كده في رايحة جاية في القصر، قلت لك في زفت رجالة وفي ناس. إيه يا ولية، أنت متجوزة كوافير ولا إيه؟ ما تفوقي، والراجل عمال يقول لك دستور دستور. حسي حسي بقى ولميهم بدل ما أحرمك منهم. اتفضلي. بقول لك إيه؟ هجي لك بعد ربع ساعة. ويام استغفر الله العظيم، مش مبسوط. صباح
صباح الخير يا مولاي. اهلا. اتفضل الشاي يا مولاي. البنت دي جابينها منين؟ من زكستان. يلا يا بنت خد يا بنت تعالي تعالي هنا. انا مش عايزها، مش عايز بنت كده تحس. عارف هقول ايه؟ انا عايز ابدلها، اروح للامير اشرف في القصر الشرقي اديها له وخليه يبعت لي بدلها نهى. يلا. ايه الزهق ده؟ انا عندي فراغ يا سنبل، مبقاش عندي حاجه غير اني اقعد السله واقعد اعمل خواتم لحد ما كرهت الخواتم. مش عارف هاجرهم بقى ولا هعمل ايه. ماتيريال كتير قوي باخده من السلطان على الخواتم. فراغ فراغ، حاجه تجيب الضغط. دوا الضغط يا مولاي. هما بيطلعوا منين دول؟ خد منها دوا الضغط. انت مين يا حلو؟ انا زوجتك يا مولاي. زوجتي؟ انت هتستهبلي ولا انت لقيتي الحريم مرطرطه وقلت العب اللعبه؟ جوزتك امتى؟ شهر 6 اللي فات يا مولاي. كدابه، شهر 6 اللي فات كنت في معسكر ابو قير قعدت اسبوعين. قصدك اخر 6 برضه كدابه. اخر 6 اتجوزت ام احمد الزنجيه. لا الزنجيه دي كانت شهر 7 يا مولاي. اسره عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ فاكرك فاكرك يا سنبل، ورا ورا عشان سنبل. فاكرك كنا في الخيمه اللي في الاخر صح؟ ايوه يا مولاي. لما اشرنا على ناس فاكره؟ طبعا يا مولاي. شوف صوتك كنت صوت. فاكره لما شفت انت رابطه هنا على رجلك ايه ولا لا؟ رابطه خنجر ليه يا حلوه في رجلك؟ شايله لمين الخنجر؟ هتقتليني ولا تقتل امي؟ انا اسفه. طلعي الخنجر، طلعي الخنجر. ارجوك سامحني يا مولاي. سنبل ايوه، شلح الولادي وهات الخنجر. يا خاينه يا وضيعه، كله مؤامرات كله مؤامرات. انا هوريك. سامحني يا مولاي. اسامحك ايه وانت شايله لي خنجر وماشيه بيه في وسط القصر؟ ارجوك يا مولاي. ما في، انزل يا ابني هات. اسمعي انت رايح فين يا ابني؟ رايح فين؟ هات شايله لي انا خنجر. هات، كشفت لعبتك الوضيعه. امسك فرمان طلاق يطلع ليها دلوقتي وتتذبح هي واهلها واللي بيعرفوا اهلها. يلا بلاش قرب. خيانه يا النساء يا النساء. انت زفت يا سنبل. ايوه. روح قول للهوانم اللي قاعدين في الحرام لك اكل وشرب على قفايا، اللي ما خرجوش يستقبلوني في الكوريدور ويترموا عليا ويبوسوا في لبسي، بكره الصبح هتتقطع رجليهم وتتعلق على باب القصر. وروح للسلطان هيام، الله السلطان المعظم جاي لك بعد 10 دقايق، خليها تظبط اللازم. يا ملت بختك يا هيام، يا حظك الاسود يا هيام. هيام إثارة الحب بتبكي؟ ايه ما تعشتيش ولا ايه؟ مالك؟ ما فيش يا مولاي. لا 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 اكيد فيه يا هيام. لازم تتاكدي ان انت دونا عن ال 84 ست اللي انا متجوزهم. انت سبيشال كيس. بجد يا مولانا؟ انا سبيشال كيس؟ شور. انت عندك امكانيات يا بنتي خطيره جدا، اوبشنز خطير. انت حنينه كمان يا هيام. انا لما بنام على صدرك يا هيام بحس ان انا نايم على سرير بدورين. قولي لي ليه البكا؟ امك يا مولانا. امك يا مولاي؟ اسمها امك؟ ما علينا، مالها امي؟ امك يا مولاي بتتعمد كل يوم الصبح تتاخر في الحمام وتسيبني بره يا مولاي محصوره. محصوره؟ ايه المستوى ده؟ احنا في مراحيض عموميه هنا، ايه محصوره دي؟ وبعدين ما انت اللي بتستهبلي، انت سايبه ال 200 الف حمام اللي في القصر وجايه عند حمام امي. سليمان! امي تعمل هناك ايه؟ ابدا يا سلطانه، قاعد مع مراتي في اوضه النوم. قاعد مع مراتك في اوضه النوم بتعملوا ايه؟ ايه يا اتمنعت اليومين دول ولا ايه؟ اتمنع ايه يا ولد؟ ان الراجل يقعد مع مراته في اوضه النوم. لا بس هيام دي بالذات انا قرشة ملحتها ما بتنزلش من زور. بقول لك ايه يا ام السلطان، اقعدي يا اختي افري وهري كده في نفسك على طول. انا يا اختي في الاوبشن مش تجميع محلي. يا وادتة يا فابريكا يا حلم. هيام ما تنسيش انها السلطانة الام. بقول لك ايه يا سليمان، اسكت انت ما تتدخلش. حاضر. انت قاعده هناك وبتردحي لي يا بنت انتي. يا امي مش للدرجات دي، لو تكرمتي اهدي شويه. اخرس. حاضر. انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ يا معصعصه يا خنفاسه يا قرده يا منسنسه. بقول لك ايه يا حبيبتي،
ما يغركيش يخت عناية زار أدول ولا شعري الأصفر. أنا يا عناية خالصة ومخلصة ودارسة ومدرسة. بعدين انت واقف معاكو ترميسة ولا ايه؟ ما تلموها بقى. وديني لأنا مربياكي. تربي مين يا أختي؟ حلوة. اديها يا أمي، اديها اديها بالشمشم. أيوة ما تضربي بالشمشم اللي انت مسكتها. انت مزهرتي ليه يا بنت الهبل؟ ايه ده ايه ده؟ اديها بضهرها، امي عندها دس. عندي دس. يلا اديها اديها. السلطان سليمان القانوني. تشكرات تشكرات، منافقين قوي من زمان، عشان كده بحب البنات دول اللي اخلصوا لسليمان. تشكرات تشكرات، منافقين قوي من زمان، عشان كده بحب البنات دول اللي اخلصوا لسليمان. ماليش في الرمرمه وماليش في الدرمغه، ماليش اصحاب اساسا، يا دوب هو الاغا. ماليش في الرمرمه رمرمه وماليش في الدرمغه، ماليش اصحاب اساسا، يا دوب هو الاغا. من دل دي ما انا سلطان بقى، خلصتهم منطقة منطقة. Oh,
طفله علم الغدر. سعيدة يا خواجة خريستو. يا آخر يا آخر سيب خابة كلميرة سيب خابة كلميرة. ازاي ابنك الكبير يني؟ بخير الحمد لله. بخير. وابنك الصغير يني؟ بخير الحمد لله. وبنتك الأمورة يني؟ بخير الحمد لله. أنا بدي منك وقت التوم وتزيدني عليهم لو تكرمت نص وقت التوم. إلهي الاثنين فادر جيم خامد. ممنونك 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 فادر جيم خامد. مساء الخير. لو تكرمت لو جالك توم شيعلي حد عند البيت. تحت أمرك سيب خاف. مساء الخير كلميرة. مساء الخير سي محمد. سعيدة يا فتحية. سعيدة مبارك يا سي محمد. اتفضلي يا فتحية. من مجهودي الشخصي وكدي وشقايا جبتلك كل طلباتك. البت لأكون نسيت حاجة. استرها يا رب. من جهة نسيت فانت نسيت يا سي محمد. نسيت قبولاتك ليا. أنا ما نسيتش قبولاتي يا فتحية. أنا بدي أقولك إني واخد على خاطري منك حبتين تلاتة. يا ندمتي؟ إزاي كده يا سي محمد؟ ده أنا أعشقك. إيه؟ ده أنا أعشقك. إيه؟ ده أنا أعشقك. انزحي شوية يا فتحية. آه يا عفريتة. آه يا محتالة. آه يا بتاعت جوز ولا فرد. بتضايقيني؟ وترجعي تستغلي مرؤتي وشفقتي وطبتي لدرجة اني بفكر اصفح عنك. صدقني يا سي محمد غيابك عني في العمل بيزود من شكوتي وشجوني وبسهر طول الليلة ناجي القمر في غيابك. بس ده مش معناه يا فتحية انك هو ده سبب مضايقتي. نسيتي تصحي في الصباح تلمعي لي طربوشي لأجل منزل شغلي مرتاح. هو ده اللي تعلمتيه في بيت والدك؟ طربوشك طربوشك على راسي يا راجل. سامحني يا سي محمد سامحني. زيدي في البكا والأسى لأجل أصفح عنك. أصفح عني يا سي محمد. أصفح عني سامحني. عايزك تفهمي كمان يا فتحية إن بكد وبكدح في الشغل وساعات كتير بتعور لكن لما نحوش التلاتة جنيه واجيب لك الراديو الترانزستور اللي يونسك في وحدتك. يا حبيبي يا سي محمد. يا ما نفسي يا فتحية إبليس يبعد عن عشنا شارعين تلاتة ونعيش في هدوء ومحبة. لا نكلم حد ولا نكلم حد ونعيش في حبنا الهادي طول العمر. يا رب يا سي محمد. بتبكي ولا بدك ترجعي يا فتحية؟ ما حبش أشوفك كده. عايزك شجاعة تتعودي على قسوة الأيام. مفيش ورد من غير قصرية ورد بالطين تشيله. والدنيا على كده وكده واللي يدوق القسوة يحس بلذة النعيم. ربنا يخليك ليا يا سي محمد. فتحية أنا أحبك. إيه؟ أنا أحبك. إيه؟ أنا أحبك. بص كده. ممدوح حبيبي. إزيك يا نادية؟ إزيك يا ممدوح؟ مالك يا ممدوح؟ متضايقة من حاجة؟ أيوة أنت مضايقاني بصراحة يا نادية. أنا ممدوح؟ ليه؟ في إيه؟ 100 مرة قلت لك يا نادية أنا جوزك ولازم تسمعي كلامي، صح ولا لأ؟ أنا بسمع كلامك يا ممدوح، أنت بس قولي عايز مني إيه وأنا أعملهولك. قلت لك كم مرة يا نادية ما تلبسيش بنطلون؟
وماله البنطلون يا ممدوح؟ مش عاجبك في ايه؟ مش مسألة مش عاجبني، بس بص حواليكي، احنا بقينا في السبعينات يا نادية، سبعينات. شوفي مامتك، شوفي اصحابك، شوفي جدتك، كله بيلبس قصير. ولا انت مش واثقه من رجليك يا نادية؟ لا يا حبيبي، انا بس خايفه لا تكون بتغير عليا. غير ايه يا بنتي؟ ايه الكلام القديم ده يا بنتي؟ احنا في السبعينات، فاهمه يعني ايه في السبعينات يا نادية؟ مش معقول، لازم تتطوري. مش معنى ان انا علمتك تشربي بيره وسجاري بهو ده كل اللي انا عاوزه منك، في حاجات لسه يا نادية. يعني مثلا بصراحه ما تزعليش، شكلك لسه عايشه في اليشمك والملايه اللف بتاعت زمان. او نو. ولا نو ولا مش نو، يعني المزيكا بتسمعي ايه دلوقتي؟ يعني انا راهنك ان انت ما سمعتيش الولد الجديد اسمه هاني شاكر، قمر قمر قمر، واغانيه سكر، جنني جنني. عارفه اغنيته بتقول ايه؟ بتقول كده برضو يا قمر تطوعني على السهر، كده اهو كده اهو. ما انت عارف يا ممدوح يا حبيبي، انا ما بسمعش غير اجنبي، البيتلز، الفيس بريسلي. انت هتفتي، ما انا قفشك من يومين بتسمع احمد عدويه. اوه نو نو ايه وبتاع ايه؟ بقولك عيشي السبعينات. انت مش شايفه السوالف قد ايه؟ ده انا بنهج منها وانا قاعد في العربيه. وبعدين عبقريه السبعينات، بصي بصي هوريكي حاجه افهمك. شايفه الجزمه دي؟ دي جزمة تيجي في أي عصر إلا في السبعينات، بيصبخ رصانة، خلي بالك مش جزمة تافهة. عيشي وفرفشي بقى وأنا هفرفشك أكتر. عايزك النهاردة تنيمي الولاد بدري عشان محضر لك مفاجأة عظيمة. بجد يا ممدوح؟ إيه هي المفاجأة الحلوة اللي أنت محضرها لي؟ هنروح نلعب قمار في عوامة واحد صاحبي. أوه نو، مش قادر. يا حبيبي يا ممدوح، أنت مش حارمني من حاجة أبدا. إيه ده يا بس يتقبض علينا في الآخر عشان السسبنس يكمل. الله كده برضو يا قمر تصاحبني عالصهر، كده يا كيكو. ايه ده وليد اللي معاك؟ قشطه، قول له بقى السهر النهارده صباحي. ها ما يقوليش ساعه ويخلع، انا عارفه بياخد شبشب في البيت. يا ويلا يا ويلا، الجواز ده عايز رجاله. قول كيكو، انا نازل مع اصحابي في افتتاح كافيه جديد، واحد صاحبنا مبارك له وبتاع ساعه يعني ولا حاجه. تنزل؟ سوري، ناوي تنزل؟ لعلمك مش ناوي خالص خالص. ايوه قعدت اقول لهم انا نازل نازل، بس قشطه فاكس اتحرقوا تحت في الشمس. انزل ايه وبتاع ايه؟ بعدين كريم ده رخم قوي، هو كل الشله انا يعني ان شاء الله هقطعه ان شاء الله، ما تحطيش بالك. لا انزل قال. يا وليد لا سوري يا معلم، مش هنزل، لا 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 ما عنديش مود نزول، هزهق بصراحه، ما احنا لسه خارجين من 4 شهور. لا 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 فاكس بقى يا معلم. اه قشطه، اه ما تفوتوش عليا تاني، ها مش ناقص احراج. اوكي يلا باي. بتعمل ايه؟ نعم بتعمل ايه؟ لا يعني قلت انفخ سيجاره كليفنج. يعني تدخن واحنا بندخن في البيت عادي كده؟ صح صح سوري انا نسيت. معلش نسيت الرولز. معلش معلش، انت عارف البني ادم نساي، انت يعني ساعات بتنسي. عادي عادي. كوكو انت كويسه؟ حاسه بحاجه في زورك؟ اشربي حاجه؟ مش عايزه تسافري؟ طب انا سافر. انت في الزفت ده، عايز اتكلم معاك. شغلتك على خير يا حبيبتي؟ في ايه؟ فين قسط العين السخنة؟ نعم؟ قسط العين السخنة فين؟ اهدي بس، ما انا اديتهولك كان في ظرف قد كده اول امبارح. هو ده كان القسط؟ امال ده كان ايه؟ انا عملت بيه شوبينج. اه اوكي اوكي، مبروك يا روحي مبروك. انا بس ال مدهوش، اصل انت عارفه انا قاعد من الشغل، لما ربنا يكرم ان شاء الله هكيش لك الشاليه باذن الله. انا مضحيه على فكره، انا ما بعملش بيديكير، انا ما بعملش مانيكير، انا ما بعملش شعري، انا حتى قصيته. اضحي ايه اكتر من كده عشان حياتك قاعد من شغلك؟ معلش يا حبيبتي بس ما تنسيش، يعني انت مستعجله ليه على العين السخنه؟ مستعجله ليه؟ علشان يرمين استلم الشاليه بتاعها امبارح وانا راح صيفي مع صحابي، يعني ايه الظلم ده؟ ده انت قلبتي لي كده، يعني اتجوزتي كان مستواكي ارقى من كده؟ ايه ده ايه ده ايه الاسلوب ده؟ اوكي هكيشهولك بعد بكره ان شاء الله. ايوه امتى؟
ما انا قلت بعد بكره اعمل ايه، ممكن بقى اكمل فيلم عشان دمه خفيف قوي. لا يلا خش اقعد جوه. اقعد جوه ليه؟ عشان رشا جايه. طب ما انا عايز اتفرج على الفيلم. خش اقعد جوه. انت مالك بقيتي عصبيه ليه كده؟ يلا ممكن اخد تفاحه؟ لا يلا 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 يلا. يا كريم انت فين يا راجل؟ بقول لك يا كوكو، تعرفيش مفتاح الخزنه فين؟ عشان فيها السي في بتاعي، هقدم على شغل بكره ان شاء الله. زربه ولا خلينا النهارده، ما ينفعش فوت الخروجه دي. حبيبتي المفتاح بتاع الخزنه شفتيه؟ كان في الدرج اللي في كوميدينو، عشان السي في بتاعي. مش ممكن يا علاء، ده علاء كمان خارج معاهم. يا ستي قولي لي فين مفتاح اكسر الخزنه، انا ممكن اكسرها. خزنه ايه؟ الخزنه بتاعتنا، عشان السي في بتاعي هقدم على شغل بكره. هو انت مش شايفني بتكلم ولا انا بهرج مثلا؟ صح صح صح، سوري ما بتهرجيش، انا اسف انا اسف. سلمي لي على علاء. انت بتعمل ايه؟ هجيب ماتش برشلونه النهارده، اعتزال ميسي. ميسي؟ اه ميسي لعيب بحبه ما فيهاش حاجه. احنا كل يوم بنتفرج على برامج الطبيخ، واحنا اصلا بناكل تيك اواي. انا ممكن اطلب طلب؟ ايه؟ انا عايز اتطلق. لا لا لا، ده انا بهزر بهزر يا عبيطه. وفي راجل انا عايز اتطلق؟ خلاص خلاص اهدي اهدي. بقول لك يا حبيبتي ما تيجي نروح للدكتور، يعني نعرض عليه الموضوع. انا خايف يخرج مره ما يرجعش تبقى مصيبه. يعني ازاي؟ اهدي اهدي، هو هيلم، انا بقيت اعرف وقته خلاص. ايوه هيلم هيلم. استغفر الله العظيم، اعف عنها يا رب. طب يا كوكو انا هدخل انام، تصبح على خير. تنام؟ تنام ازاي يعني؟ انام في ايه؟ انا عشان ما اقعدش استفزك اضايقك، كله لمصلحتك. يعني انا افضل اشتغل طول النهار ويطلع عيني، وحياتك بالليل تيجي تستفزني وتخنقني وعايز تنام؟ اخص عليك اخص عليك، انت بتعايريني عشان انت بتشتغلي وانا لا؟ وبعدين بذمتك انا بخنقك ولا بناكب فيك ولا بزهقك؟ ترمي موزك كمان. لا دي لا بقى، انا بلوي بوزي؟ يعني انا هقبل كل حاجه الا حكايه البوز دي. انا اللي بلوي بوزي؟ هم اللي بيطلع منك دوت ويلطش في وشي وفي الحيطان ومبهدلني وخانقني في حياتي، ده اسمه ايه؟ انا؟ ايوه انا. لا لا مش قادره اصدق والله العظيم، ثلاثه انا بقيت ما ضحكتش من قلبي كده. لا انا ضحكتي حاجه وكاكاو. انا عندي بوز. انت موهومه، انت اسمك الشارع كله بيقول عليك كوكو بوز. اسمعي كلامي، اسالي، ده انت مشهوره. كوكو مبوز كوكو مبوز. اهو قفش. ايه ده بيطول؟ انت بتطولي ليه؟ ده بيلف عليا. يا نهار اسود الفلاني، عم ابراهيم يا بواب الحق، كوكو بوز هتموتني بوزه.
مكشرة لي في وشي وبخاف لما بتتمشي عشيني وانت بتتعشي في ايه بالسلامة. ليه عشرة؟ مع السلامة. هات يا حبيبي. الله يخليك يا اخويا. لا امسك فيا واحد. اقول لك هات هات ما تحمدش ربنا. تعال هنا. تعال هنا. هات الرغيف. ما تجيش تشتري من عندنا تاني. استنى انت شوية. بجنيه. قاعد انت ومين في البيت؟ انا ومرات وابني. انت ومراتك وابنك؟ امسك. اتنين انت ومراتك. استنى يا عاد. خد النص لابنك. يلا بالسلامة. بس استناني انت شوية. خمس ترغيف يا معلم لو سمحت. خمس ترغيف ليه؟ انا والولية والعيلين وامي. امك قاعدة معاك؟ ايوه امك قاعدة معاك. طب ما ينفعش تاخدها. ايه يا معلم ده؟ ايه ده؟ انا عايز افهم ده لقمة ده ولا رغيف؟ هو عيش هتاخده ولا مش هتاخد؟ هو كده. امسك ادي العيلين. ايوه. وانت والولية. وامك ست كبيرة دايلابك في معدتنا. معلم ازاي ما هيزي بني ادم هتاكله زينا؟ ان شاء الله عنها مطافح وانا مش بايع لك. عايز حاجة تانية؟ طب خلاص هاخدهم يا معلم هاخدهم. والله العظيم ما انت واخدهم. الله يخرب بيوتكم. الله يخرب بيوتكم. احنا بنطفحكم. يلا ده انت شعب النهاردة. سيك اولي يلا تكل على الله. انا مش هبيع. شطبنا. ايه في الياد النهار دي. يلا بالسلامة. بكرة. بكرة العيش ناشي. العيش ناشي. يلا. يلا رجل تقومني. ايه في الياد الفرن. صباح الخير يا معلم حنفي. صباح الخير يا معلم حنفي. انت كنت فين الصبح؟ انت جاي متاخر الصبح وساب المعلم حنفي بقوته في السوق ابيع عيش لعامه الشعب. انت جننت يا صبحي. سامحني يا معلم اصل وانا جاي التوك توك اتقلب وقعت على ركبتي اتجلطت. ايه اللي حصل؟ وقعت على ركبتي اتجلطت. انت شكلك كذاب. شكلك كذاب ومرتبك. انت عامل حاجه؟ لا يا معلم. انت عامل حاجه؟ مش عامل. لا لا وايه الخرفشه دي؟ ايه في صوت خرفشه؟ مفيش يا معلم ده كيس. كيس؟ انت جاي تخوفني في الفرن بتاعي صبحي. ايه اللي في الكيس يا صبحي؟ مفيش حاجه يا معلم. لا انت مضطرب. لا مفيش حاجه. انت مضطرب. يعني ايه يا معلم؟ لا في بلوه في الكيس ده. لا 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 اوعى تكون جايب لي تعبان ولا حاجه. مفيش حاجه يا معلم. طب ما تشوف ده كيس فيه اشياء. في اشياء. وريني. مد ايدك وريني وطلع. اهو يا نهار ابوك اسود. عيش فينو يا صبحي؟ عيش فينو وجاي لي بيه في الفرن البلدي بتاعي؟ قصدك ايه؟ قصدك تقول لي ان انا بلدي؟ انا بلدي وبحب البلدي. وريني فيك ايه تاني؟ وريني. يخرب بيتك. جبنا نسته يا صبحي. جبنا نسته يا معفنين. وعيش فينو؟ اوعى كلك في السياسه من ورايا. لا سياسه يا معلم انت مكبر الموضوع قوي. ده واحد صاحبي جابهم لي عشان افطر بيهم. انت شكلك كذاب. لا وربنا شكلك كذاب. لا. لا صاحبك ما يعملش كده تاني يا صبحي. فهمت؟ حاضر يا معلم. يمين بالله الحاجه دي لو اتكررت تاني يا صبحي لا هطردك ومش هتاكل عندي عيش ثانيه في الفرن. وغير كده وكده بقى ايه؟ هتشوف اسوه المعلم حنفي. اسوه ايه؟ المعلم حنفي. ايوه حنفي. انت يا معلمه يا حب الحب يا حب الحب يا كيداهم خليتي قلبي عجينه. تقولي حنفي يجي كده. حنفنا في يجي كده. اشغلك ايه؟ اشغلك الحب الحقيقي.
ما بينتهيش. الحب الحقيقي يا حب الحب. يا بكاش البكاشين يا كيداهم. مالك يا حبيبتي في ايه؟ ولا حبيبتك. ايوه حبيبتي. حبك بورصي حنفي. قوم يا اخويا اقف وانت بتكلمني. لا انا بحب اقعد على الكنبه براحتي. اسم الله. في ايه يا كيداهم؟ تعالي بس ارتاحي، تعالي داخله لنا بشريتك ليه كده؟ ما نفشوش ليا يا خوي. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. تصدق بالله وحشتيني، وحشتيني بجد باخلاص. وحشتيني؟ ايه وحشتيني دي؟ اما بشوف البطاري بالشين بتضرب مني. بحبك يا كيداهم. مالك فيكي ايه؟ بقول لك ايه؟ حنفي إيه؟ الحبتين دول ما تعملهمش عليا يا اخويا، ما تطلبتش معايا. ومبروم على مبروم ايه؟ ما يقفلش. لا يا عينيا ما يرلش. ده انا كيداهم ورحمه اللي جابوا ابويا وامي يا حنفي. لو خرجت من البيت تاني من غير ما تستاذني لفرج عليك اهل الحاره كلهم. وما هدخلك البيت ده تاني. وانت عارف بقى كيداهم واسود كيداهم. هو ده اللي معصبك؟ لا انا استاذنت، كتبت لك ورقه وسبتها لك على الكومودينو. انت اللي ما قريتيهاش. اهدي كده، في حاجه تاني معصباكي وقلقاني بصراحه؟ بصراحه بقى معصبني الجوزين اللي فاتوا اتجوزت عليا مرتين، ويا عالم هتتجوز عليا مين تاني؟ لا لا، الجوزين اللي فاتوا ايه وجواز ايه تاني؟ خلاص توبنا الى الله. دي كانت نسوان كده يعني تحس انها مراهقه. تقلك بقى كده خلاص، كل دول كانوا ناس زواج. انت الاصل. والله انت الاصل يا ابيض. اهدي بقى كده، مفيش كلمة حلوة كده تطر عليا نار الفرن قبل ما تمشي. في عينيا، في نور عينيا. كبة وكبة ومليون كبة. إلهي أشوفك يوم يجي لك ويحط عليك يا حنفي. يا رب ما بحس تسوين تيجي تلم عليك اللمة. الله يتقم منك يا شيخ. علمي معلمي 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 معلمي. في إيه يا جبت؟ في إيه؟ معلم في واحدة بره بتقول اسمها جينيفر لويس. مين يا قد؟ جينيفر لويس. لويس الله يخرب بيتك. جينيفر لوبيس. جينيفر هي دي يا معلم. هي اللي في العربية. أيوة يا معلم. شوف ربك الكريم عايز يفرحني بعد الهم اللي كنت فيه. جينيفر جينيفر جينيفر. أيوة أيوة الله يفرحك يا قد. هديك 15 رغيف تروح بيه. الله عليك يا معلم. يا أهلا يا أهلا. الروايح بتقول هي جينيفر جينيفر جينيفر. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. الفرن والحاره والمدنيه كلها نورت. اصيله من يوم ما عرفتك وانا قلت ان انت بنت اصيله. لسه فاكراني؟ لسه فاكراني؟ فاكره معلم حنفي؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه ده؟ دخلتك بالعربيه نسيتني كل حاجه. انت هات. ايوه معلم. احرق العيش واقفل الفرن خلاص. ولا فرن ولا عجين ولا عيش. خلينا في المهلبيه. يا مهلبيه يا مهلبيه. ألف رحمة ونور تنزل عليك يا معلم إبراهيم. يشهد ربنا إن أنا كحنفي عمري ما نسيتك يا جينيفر، عمري. أي نعم اتجوزت كيداهم بعد ما سبتيني، بس أنت سبتيني وأنا راجل ليا كرامة وعزة نفس. اتجوزتها برضه ما نسيتكيش يا جينيفر، واتجوزت التانية والتالتة. إن أنساكي؟ مش عارفة أنساكي. ده أنا من أول يوم أنت عملتيلي إيه؟ سحرتيلي. انت سحرتيلي. لقيت نفسي في فرن بلد وانت السله. اشتغلت في الفينو وفي الباتون ساليه وفي ابو عجوه الحلو دوت. برضه ما نسيتكيش يا جينيفر، بشوفك في كل الاوقات. برمي العجينه في الفرن عشان العيش يقب. انت عارف احنا بنبططه كده ونحط دقيق وبتاع وبنرمي. العيش يقب اشوف وشك في القبه. اعمل ايه؟ انت عملتيلي عمل وربنا عملتيلي عمل، بس انا عاتب عليكي. هنفضل لحد امتى تخبطي مشوار من امريكا للشرابيه عشان نتقابل؟ وبنتقابل يا عيني يا فزقاء يا فحاره زي اللي بيبيع بانجو لمؤاخذه. فانا رايي كمعلم هنفي يعني ان احنا نتوكل على الله ونكتب الكتاب. قلتي ايه يا جينيفر؟ الف رحمه ونور تنزل عليك يا معلم ابراهيم. طبعا مش في الحل غير في التلفزيون والحش. ابوكوا نايم ساعة بعد الظهر، انزلوا الفرن هوا على العيش. ده الرزق اللي بتدفعوا منه. مش فالحين غير ماشي مع الشباب. حضرتك ماشية مع سعيد وانت مع اسماعيل. لا ده هيتجوزك ولا ده هيتجوزك، ونهايتها هتفضحوني. امكوا فين؟ في المطبخ يا بابا، هي عندك. تهب بايه؟ بتقطع مواسير بالسطور. السطور كبير؟ شوفه بنفسك. مع الخير يا ست الستات. يسعد مساك يا عيون كيداهم. ايوه كده ما شاء الله ما شاء الله. قمر واقف في المطبخ.
تعيش لي يا راجلي يا حياتي. بقول لك يا كيدان، سيب السطور ده عشان عايزك في كلمتين مهمين. خير؟ خير ان شاء الله. لا في حاجه، طالما قلت لي سيب السطور يبقى في حاجه يا حنفي. اللي حصل مش حاجه كده، انت قلبتي فجاه كده ليه؟ انا بصراحه عايز اتكلم معاك في موضوع هيحدد مستقبل الاسره دي. مستقبل الايه؟ الاسره. اسره ايه؟ اسره ايه يا ابو اسره اللي انت بتتكلم عليها؟ ها تعالى لي هنا. اسره ايه؟ انت عامل مصيبه ومخديه عليا يا حنفي ولا ايه؟ وليه بنات فضلتك. يا اتكلم يا وليه. فهمني يا وليه بتهزقيني قدام بناتك؟ عيب كده. انا ما حدش لعب في دماغي، انا اللعب كله في قلبي. قلبك سلامة قلبك. انا عايز اقول لكم موضوع يستحسن تسمعوه مني قبل ما تسمعوه على قناة الاف ام. نجوم اف ام. ليه يا حنفي؟ نويت ان شاء الله تغني يا حنفي ولا ايه؟ اغني ليه وانا معلم عرة؟ ده انا قد الدنيا في السوق. يلا بقى زي ما ترسي، انا بصراحة هتجوز. يا لهوتي يا بصدي، يا لهوتي يا لهوتي يا حضرة قلبي. ابوك هيتجوز عليا يا بنات. تتجوز يا حنفي؟ اه. مكفكش اللي انت عملته قبل كده يا بابا؟ عايز تتجوز على ماما تاني؟ ايوه مكفنيش وهتجوز على ماما تاني كمان بتقول؟ اه اكيد يا اخويا هتتجوز واحدة قطعت لي ايديك يا حنفي. قطعت عليه؟ شايفاني ماشي بقعرك في الشقة؟ ده انا سيد المعلمين يا وليا. انا هتجوز ست الستات جينيفر لوبيز. يا لهوتي يا حنفي. إيه؟ وكمان هتتجوز عليا لعيب كره يا حنفي. يا بت... لعيب لعيب كره يا حنفي. يا ولاد بتضربيني بالركبه قدام بنات. شوف اياب سودا مني يا حنفي. ها يا وليا يا وليا يا جهلة يا جهلة على الساعه. يا وليا يا جهلة، جينيفر لوبيز لعيب كره ايه؟ دي ست الستات مطربة عالمية، الشباب كله في العالم بيعمل عليها كده، وهي اختارتني انا. اختارتك انت؟ ده انا اللي هجيب اجلك النهارده. شيختني ايه اللي حنفي؟ لمها يا حنفي. مش لمها. خلي اليوم يعدي على خير. ان شاء الله عنه ما عدى. اغزى عليك يا حنفي، اغزى عليك. تسيب كيداهم ام بناتك الحلوين المقطعتين دول عشان المطربة المشهورة بتاعتك دي؟ انا اسيب ام عشان جينيفر لوبيز؟ ده انت يومك النهارده اسود، ده انا هخليكوا تصوتوا عليه النهارده. صوتي بقى وشوفي. يا كده يا حنفي؟ ايوه كده. كده برضو؟ ايوه كده. خلي عندي كرامه اطلب الطلاق بقى. ايه ده؟ الله يسامحك يا حنفي. ان شاء الله يسامحني. قولي. الله يتقبل منك زي ما انت حرقت قلبي النهارده. اشوف فيك يوم. شيختني ليلات الكهرباء في الطرقه ونخلص منك. بابا انت بتهزر ولا ايه؟ ليه بهزر؟ ليه شايفاني بشقلب على السفره؟ انا هتجوز الست جينيفر لوبيز. هي عندها حفله هنا وقررنا نكتب الكتاب قبل ما تطلع على المطار. بابا انت عيان؟ وبعدين هتشوفها فين جينيفر لوبيز دي عشان تتجوزها؟ اسمها جينيفر لوبيز؟ الله يخرب بيت فلوس اللي ضاعت عليكم في التعليم عشان تعرفوا تتكلموا انجليزي. اسمها جينيفر لوبيز؟ اسمها جينيفر. جينيفر يا جهله يا بنت الجهله. وده حصل امتى ده؟ في صيف 92، كان يوم تلات، في شارع خالد ابن الوليد في سيدي بشر. كنت رايح اجر مايوه بوتوكا ده عشان كنت عايز انزل البحر مع اصحابي. كنت لسه صبي صغير وشغال عند المعلم سيد قدرة. بتضحكوا ليه؟ الله، وابوكوا اتجنن ولا ايه؟ لا بعد الشر يا بابا. والنبي يا بنت توايا السفاله دي، ازاي انا اتكلم وانتوا واقفين تنمروني وتوششوا بعض؟ تعالي هنا، تعالي هنا. انباري انباري انباري، ارجعي. تعالي هنا، تعالي هنا بنت، تعالي هنا. انباري انباري، ارجعي. المهم والست جينيفر كانت جايه تعمل حفله في اسكندريه، وجات الفرن تشتري عيش زي ما خلق ربنا، وشافت العبد لله. كانت الهيئه غير الهيئه. شوف انا جميل جمال غريب دلوقتي؟ الاول كنت احلى قمر قمر. بصت في عينيا كده وبدات قصه الحب. هتتجوزوا امتى بقى؟ ان شاء الله هنتجوز. حبينا بعض حب عظيم، حب ما حبهوش سيد لسيده، ولا عنتر لسيده، ولا روميو لسيدة. وقررنا ان شاء الله نتجوز. انا مش مستريح لكم. لا انتوا بتتريقوا عليا. تعبت. بقول لك تعالي. تعبت. تعالي هنا. بقول لك تعالي. انباري انباري، ارجعي. تعالي تعالي، بقول لك انباري انباري، ارجعوا. انا ان شاء الله هتفركش الاسره وهيتمكم وانا عايش. بس انتوا مش مصدقين صح؟ طيب مش بتعرفوا تسمعوا راديو؟ عندكم راديو؟ عندنا يا بابا. انت اللي جايبه. انتوا بتكلموني وانتوا بتضحكوا ليه؟ وانا اتجننت؟ انا هثبت لكم. استنى اهي قناه الاف ام.
النهارده يا جماعه عرفنا خبر الموسم، المعلم حنف الفران من الشرابيه رفع راس رجاله بلدنا كلهم، وهيعقد قرانه على مين؟ على جينيفر لوبيز. الله يخرب بيت الاكسنت بتاع الدوله اللي باظ، اسمها جينيفر لوبيز يا بهيم انت كمان، اسمها ست جينيفر، جينيفر! انا اسف يا معلم حنفي، انتوا مصدقين يا جماعه؟ جينيفر لوبيز هتتجوز المعلم حنفي الفران، وعلى فكره الخبر ده حقيقي مش اشاعه، والمعلم حنفي لسه مأكد الخبر بنفسه، ومعانا اتصال من مودي صديق البرنامج. انا بتصل عشان ابارك للمعلم حنفي الفران واقول له دي ضربه معلم وخطوه مؤثره نحو فتح اسواق مخابز بلدي في الخارج. يلا غوروا في داهيه قبل ما امكم كمان يغمى عليها واخلص منها. هتجوز يعني هتجوز ان شاء الله على انقاض الاسره دي. يلا يا انت النهارده يا حنفي، يلا يا انت النهارده يا حنفي. هو قتلتهم يا حنفي؟ انت فين؟ انا انت هنا يا اخويا. لايمها يا حنفي. مش هلايمها، عديها النهارده يا حنفي بدل ما اجيب قتلك. مش هعديها وهتجوز جينيفر. طب بص يا حبيبي، ايه؟ انا مش هقتلك ولا هذبحك ولا هخلوك. امال ايه حنفي؟ ايه عشان خاطري ايه؟ نبتدي انا وانت صفحه جديده النهارده. صفحه جديده ايه؟ انا فاضل لي 3 صفحات في حياتي عايز اعديهم مع جينيفر. جينيفر يا حنفي. ايه يا حنفي؟ عديها يا حنفي. وربنا ما يعديها. هتعمل ايه يعني؟ بقول لك عديها يا حنفي. بحبها يا اخي، بحبها. صوتي. طب بص يا حنفي، انت عدل كده وانا هعدل لك الطاقيه يا عينيا. بص لي يا حنفي، اديني بصيت لك يا ولية. انا باصص فيا؟ انا بكلمك كده، ما انا بصيت لي يا حنفي. بصيت بصيت عيط. هقهرك وهتجوزها. اتقهري. طب بص يا حنفي. ايه؟ بص يا حبيبي، ايه؟ انا قلت لك هبتدي معاك صفحه جديده. هكتب لك العشر فدادين اللي حلت. هعمل بيهم ايه؟ هجري فيهم وانا فلاح؟ انا بحب جينيفر، بحبها يا حنفي. ما تقولش الكلام ده قدامي. هقوله يا واد هعجلك. يا واد ارفعي ايدك. طب ارفعي ايدك. اقعدي بقى، اقعدي، اقعدي بقى، اقعدي. بص يا حنفي، ايه كل شويه بص بص وانا بص فيهم؟ انا بص يا اسطى. عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ مجنونه يا بنت المجانين. هتجوزها؟ اتجنني. انا عايز اشوف الحكايه. بصي دي يا بنت المجنونه، يا امكم جننت. ام حوش عني يا ولد الكلب. طب ارفعي، ارفع ايدك عشان تعرف. انت اللي انت اللي ترفعي. ارفع، اقعدي بقى، اقعدي بقى. فلقتي يخرب بيتك. طب بصي برضه الحكايه. بصي دي، هو انا اعمى ولا ايه؟ ما انا شايفك. عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ هتجوزها وهقهرك. انت بص بقى، ايه انت النهارده هتجيب هجيب اجلك يا حنفي. حد يخلص حد في الخناقه دي؟ اتفولت قوي. Please welcome a beautiful and versatile entertainer and actress, Jennifer Lopez. In the multiple Oscar-nominated film Crash, many strong and opposing feelings are brought to the surface. Prejudice and tolerance, forgiveness and resentment, sin and redemption. In the opening scene, we are told that people feel so isolated these days. The thought is echoed in the dark and reflective song from Crash called In the Deep. With music by Michael Becker, the nominated song In the Deep will be performed tonight by the woman who also wrote the lyrics as well as the music, Kathleen Bird York. نهار اسود كيداهم وربنا كيداهم. مهما تتنكري جنابك المدلدله كشفتك خلاص. يا ترى هتعمل فيها ايه؟ The thought is echoed in the dark and reflective song from Crash called In the Deep with music by Michael Becker. لا انا كده باذي اللي بحبه. انا هنسحب من الحب ده. ما اقدرش اذيك يا جينيفر، ما اقدرش. انا حاسس ان انا قاعد في حته غلط. ايه ده؟ انت مجنونه ولا ايه؟ ما كرسي فاضي قدامك، ايه اللي قاعدك مكاني؟ ايه القرف ده؟ ما تخافيش يا حلوه، انا قلبي حنين، حموتك بالراحه. حته حته هقطعك يا شيخ. صحيح ذبحوا المعلم؟ صحيح ذبحوك يا معلم؟ ذبحوني ايه يا ابن العام؟ ما انا رقبتي في جسمي قدامك. خلينا نشوف البلوه دي بقى. اوعك هيداهم. اهدي واستهدي بالله، ايه اللي جرالك؟ اوعي تمسيها بالسكينه اللي خليتك زي الزفت. انت اتجننت يا ام العيال. اتجننت؟ اتجننت؟ دي كلمه قليله من اللي شفته منك يا حنفي. ده انا قلبي ده شايل ومعبي منك بلاوي. ده انا فوتت لك كتير.
جوازة واتنين وقول يا بنت عدي عشان المركب تمشي. لكن انت ما بتتهدش ما بتهمتش ولا ليه؟ جرى لك ايه؟ خلصت يا اخويا عن نسوان المحل ورايح تلقط لي من بره بقالش نفر ايه؟ ايه ما قطعتك يا بنت اللذينه انت؟ بصراحه كدام انا ليا حق، انت السبب. انا بصراحه مقهور في بيتي، مش حاسس ان انا راجل في بيتي، انا حاسس ان انا راجل في الفرن بس. انا عامل ازاي في الفرن يا قاسم؟ اسد يا معلم. اما بدخل على الرغيفه بتعمل ايه يا قاسم؟ بتنط في الاكياس يا معلم. مين اللي بيلسع الزبان بالقفان يا قاسم؟ ايدك الحلوه دي يا معلم. اسلوبك اسلوبك الوحش يا كيداهم هو اللي خلاني ابص للمستوى الرخيص زي جنيفر وامثالها. اهدي بقى اهدي وعقلي، انت عندي احلى من جنيفر وارق من جنيفر واطعم من جنيفر. صح صح يا قاسم؟ بصراحه لا يا معلم. يا صح يا معلم، صح صح. شفت الكلام الحلو ما أثرش فيك بذمتك؟ لا أثر فيا يا حنفنة، أول مرة أسمع منك الكلام الحلو ده يا حياتي. عشان شفت دموع الحب في عينيك يا كوكو. بس أنا ما عيطتش يا حنفنة. من مدمع ليه؟ أصل نور اللمبة ضرب في عينيا يا عينيا. ألف سلامة عليك وعلى عيونك يا حلوة. تعيش لي يا حنفنة. تعالي تعالي يا كيداهم نرجع عشنا جميلة كيداهم ونقعد في فرننا. حياتي يلا حطيلي في حمايتين زي زمان وولعيهم ونتفرج على افلام رعب. وايه كمان يا حنفله؟ وكل السعاده عوضك عن كل الايام السودا اللي وريتها لي يا حبيبي. يا حنفله ده انت اللي حبيبتي يا حضره الضابط المتهمة. يا حضره الضابط اهي كانت عايزه تقتل خطيبتي الانسه جينيفر لوبيز. جينيفر لوبيز حضرتك مين ان شاء الله؟ الباتشينو؟ لا مش للدرجات دي، مش للمستوى ده. انا المعلم حنفي برضه. اتفضل القضيه كامله بالسلامه. كده يا حنفي كده سلمت للضابط يا حنفي. يلا مجنونه. مجنونه ايه؟ ولا يلا مجنونه. يلا يا هبله خدوها. بالسلامه بالسلامه حضره الضابط. انا لازم اجي اخدم العداله للاخر. انا بحب اخدم العداله والحكومه. انا عايز ابلغ على الواد دوت بيبيع خرشوف يا باشا وكل خرشوف. الناس عارفه كل الناس والله كمان تبيع خرشوف. والله بيبيع خرشوف يا حبيبي. تبيعني عشان تنتظر يا حبيبي. يلا يا هات من هنا. سيبونا بقى غرف ده، خلونا نعيش مع القمر دي. احنا اسفين للي حصل. معلش وليه مجنونه؟ معلش بس هعوضك يا جميل. اوعى سواق تطلع تحتيك نعمه او النبي نعمه. اكيد داعي عليه امه وبدا يشد.
يا ريس احنا لسه وصلنا المستشفى حالا. هطمنك يا ريس هطمنك. حاضر يا ريس. حاضر يا ريس هدفع كل حاجه. حاضر يا ريس. انا زهقت من العنبر ده. زهقت. ده جاي فيلم ايه ان شاء الله؟ ابراهيم الابيض. الاصابه ايه؟ كسر واربع مطاوي. ايه ابراهيم الابيض وكسر واربع مطاوي؟ يا سوني ما تتعبي انسي بقى شغلتك القديمه. ها ولا حنيتي بقيتي بتشتغلي في مكان محترم. وده الديلر. اه كان فيلم حلو قوي قوي. اه سلامتك سلامتك سلامتك. ما تخافش خليك ثابت خليك ثابت خليك ثابت. ولا بتعملوا حاجه. الراجل احمد السقا ده بيعمل شغله بنفسه. انتوا تروحوا تتنططوا بس وتيجوا تعملوا لي فيها مشكله في المستشفى. ان الله وانا اليه راجعون. حول ولا قوه الا بالله. ده تبعهم. ايه ده ايه ده يا ابني ايه ده خضتني. سلامتك. اهدى انا دكتور انا دكتور ما تخافش. اهدى اهدى ثانيه واحده. حطي لي ايدك هنا على ركبته دي. خلاص خلاص خلاص. الرياكشن ايه؟ بيلق. ايه بيلق بيلق. بقولك ايه مش عايز تهبل وتكلم كويس. في ركبه بتلق فين الحته ده؟ اكتب في التقرير ايه بتلق. امسك نفسك انت كمان. انا مش فاهم بيصوت ليه. انا مش فاهم. حاسس بايه يا حبيبي احكي لي ايه الموضوع. انا كنت رايح اعمل دوبلير احمد السقا فالمخرج قال لي نط من عماره لعماره. قلت له ازاي؟ قال لي ده الاستاذ بيعملها عادي يعني في تمارين الصباح. ايوه استاذ احمد السقا يعملها. انت كذاب. انت بشكلك ده دوبلير لاحمد السقا. احمد السقا في منتهى الرشاقه. كذب مش عايز. انت شكلك متخانق في خناقه ومش عايزني ابلغ البوليس. قول وخلصني. ها ما هو كنت طالع بشخصيتين مصر. وبعدين الانتاج اغراني قال لي هنديك فوق علبه الكشري علبه كماله. وبعدين انا هحكي لحضرتك الحكايه من الاول. لسه هتحكي تاني. الحكايه بدات من وانا صغير. كان يبقى صباح عندي امتحان املا وخط. كنت اسيب الامتحان. بس كمل كمل كمل. انا مش سامعك. كنت اسيب الامتحان والمذاكره واروح اتفرج على فيلم الاستاذ احمد السقا. وبعدين لما كبرت. خلاص كمل. لما كبرت ايه اللي حصل؟ لما كبرت بقى الحته تقول السقا راح السقا جه. انت السقا راح السقا جه. انت مجنون يا ابني. لاني جريء زيه بالظبط. اقول كده عشان الجرأه مش عشان الشك. كنت امشي بعد الساعه 12 عادي ما اخافش يعني. يا راجل باين عليك. وكنت ساكن في الثالث. اخد السلم كله جري. اخر سلمتين انطهم. انت بتنط سلمتين يا كذاب يا فيل. بطل كذب. دي خلاص دي خلاص. حتى مفيش وطي صوتك بقى. عايز اسمع صوت عظمك. لا مفيش زقزقه في اللي عارفه. معلش ان شاء الله ربنا يكرمك. ده السقا جنن الناس. مش معقول مش معقول. في حاجه تاني؟ انا عايز اعرف اخف امتى. ليه؟ علشان اتدرب على نطه الشلال. نطه الشلال كفايه. كفايه بقى كفايه. ده انت صدعتني ده انت صدعتني. انا زهقت. ثانيه واحده. وانت كمان ابعدي عني كده. في عايز اخد نفس. الو يا رانيا. ايوه فوزي مفاجاه. خير؟ اصل ابن طنطلوره طلع بيشتغل في المسلسل الجديد بتاع احمد السقا وعدني ان هو هياخدني اتفرج عليه. ممكن؟ بصراحه الاستاذ احمد السقا عايش معايا في الشغل وفي البيت وفي كل حته يعني ما بيوحشنيش. يا فوزي عشان خاطري. حاضر هوديك. حاضر هجيلك استوديو. ايه جلال؟ حاضر. طب خلاص خلاص. وتعزمني على حاجه ساقعه وبالمره نتفرج على الاستاذ احمد وهو بيمثل. اخيرا هشوفه يا فوزي. باي حبيبي. باي باي يا حبيبتي. باي باي. ايه يا سونيا انت اتجننتي؟ ما قلت لك بكلم خطيبتي وانت عارفه ان انا خاطب. يعني اللي في دماغك ده ليه؟ خلاص احترمي نفسك بقى. اعتبري نفسك شعر مخصوم منك. فهمنا؟ ايه القرف ده؟ يلا يا ابني. تمام. اسرع اسرع. مش عايز مرقعه. اللي يخش يلبس على طول. يلا بسرعه. عد يا ابراهيم قلت لك ما تجيش في تصوير انا فيه. يلا يلا بسرعه. مساء الخير يا راني. حبيبي سوري اتاخرت عليك. معلش. حلو قوي المكان. قوي. النهارده كان الشغل كده في المستشفى موت وكلهم ضحايا. حبيبي يا ستي دوبلرات احمد السقا. كفايه انك جيت يا حبيبي. معقول يا راني حاجه تبسطك وما جيش؟
انت فرحانه؟ انت بتحب احمد السقا كده؟ قوي. هتشوفيه. بس على فكره قريب ولا ابن طنط لولو دي شخصيه هنا ولا هيزقونا؟ ابن طنط لولو ده صاحب احمد السقا كده، الروح بالروح ما بيسيبوش بعض. حلو قوي. عشان بصي انا عايز ايه، تشوفيه ونروح نتغدى بره. اوكي، انت مبسوطه نشوفكم. حلوه. هو اسمه ايه؟ جميل سفينه. جميل سفينه. لو سمحتي يا فندم، في هنا الاستاذ جميل سفينه. سفينه؟ اه. هو سفينه بقى استاذ يا استاذ ناصر؟ سفينه ايه يا عم المركب؟ شكرا، ميرسي على ذوقك. ميرسي يا فندم. دول اصلا شكلهم مش مهمين عشان كده ما يعرفوهوش. لا، اللي اصلا واللي واضح ان احنا هنتهزق. ممكن اعزمك على الغدا بره وهوديك لاحمد السقا، انا عارف مكان بيلعب فيه كوره لو تكرمت. لا يا فوزي. انت يا ابني. ايه يا ابني، انت بتتكلم باسلوب احسن من كده. حضرتك تميم. انا هنا مساعد مخرج وانت اللي بتتكلم باسلوب احسن من كده. انت واقف هنا بتعمل ايه وما دخلتش ليه مع زمايلك؟ لا حضرتك واضح ان فاهم غلط. انا دكتور، انا مش كومبارس. انا جاي لخطيبتي، هي بتحب احمد السقا وعايزه تشوفه بس. دكتور عصير يا استاذ. عصير وايه يا ابني؟ انا عايز قهوه. ايه القرف ده؟ غو من وش حاجه تقف. امر حضرتك. انت هنا جاي تعمل دوبلير لاحمد السقا؟ انت فرحانه دوبلير ايه؟ لا انسى الموضوع ده، مستحيل. مستحيل ايه؟ الضوء. الضوء وتن. ما تقول لف وتريح نفسك. لف ليه حضرتك؟ من حق اعرف. اشوفك. شوفني ليه؟ ايه البتهريج؟ انت هتمثل. مش همثل. بقول لك ايه، لف. استغفر الله العظيم. خير. ايه ده؟ خير. ده انت ركبك ركب احمد السقا بالظبط. لا صح. صحي انت كمان. لو سمحت بلاش تتكلم في الموضوع ده، بيعصبني. انا جاي زياره وهروح. متشكر قوي. بقول لك ايه، هما بيدوهم 40 جنيه، انا هديك 10 جنيه من عندي يبقوا 50 عشان ركبك. هيدوك 50 جنيه؟ 50 جنيه ايه يا رانيا؟ انت عامله فيها حركه ولا ايه؟ انت بتهرجي. وفي وجبه كشري لو عامل حسابك ان اليوم كله هيضيع ولا انت هتبقى هفتان مننا عشان ما تقعش. وجبه كشري. انا اكل كشري. رانيا اعقلي بقى. متشكر قوي. ممكن تشوف شغلك وانا همشي لو سمحت. يا رانيا انت عارف ان من وانا قد كده بحب احمد السقا. انت لسه قد كده؟ مش ما اوريلي في حته تانية. امثل ايه يا رانيا؟ انت مجنونه. اوه ملابس. ملابس ايه؟ انا مش همثل حضرتك. لو هفسخ الخطوبه دي مش هعمل كده. ما تشدنيش. ما تشدنيش. هو ايدك ليك ابو اب يترد عليه. هو ايه بسرعه؟ جهزوا على المشهد واحد مسلسل البيجامه الحمراء ايراكو. يا ريت حضرتك بس اي حاجه تتحط على وشي، يعني انا بشرتي حساسه، بس خلي بالك انا دكتور وعارف. يعني انا تقريبا كده بقيت شبهه بالظبط، صح؟ والنضاره. خلاص، ايه اللي ناقص عشان ابقى احمد السقا؟ الحسنه. اتفضل حط الحسنه. ايه رايك؟ ايه ده؟ ايه حلوه؟ الله. انت بقيت شبهه بالظبط. انا شكلي هحبك. شكلي امال انت ما كنتيش بتحبيني؟ ايه البواخر؟ ما تكلمي عادي. لا يعني قصدي اكتر يعني. لا 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 طلع. احمد ايه؟ ابن خالتك اسمه الاستاذ احمد، بدل ما حد يسمعنا كلمه. اف ايه حكايه ابتديت احبك دي؟ يعني انت الاول ما كنتش بتحبيني؟ لما بقيت شبه احمد السقا؟ خلي بالك من كلامك. ها، في احساس. هو انت كل حاجه لازم كده تقعد تعبر؟ لا، عشان قلتيها انا حسيتها قوي. خلاص يعني في ايه؟ ايه اللي في ايه؟ انت تعالي صوتك عليا قدام الماكينه. انت بتكلمني كده ليه اصلا؟ لا وطي صوتك، وطي صوتك. اوعي تعملي كده. وانا غلطان ان انا جيت معاكي اصلا. مش هرد عليك دلوقتي. ولا تقدري ترد. بس يلا بينا. اعمل ده في البيت. يلا يعني اعمل ده في الكلام كويس. طب يلا اتفضل. اتكلم بطريقه كويسه. ايه اللي فظيع؟ جاهزين. يلا كان المفروض افكر 1000 مره قبل ما اخطب واحده تافهه زيك. طب جاهزين يا بيت. اتفضل. وانا ممكن اروح اوراتك كلكم. اتفضل. يبقى افكر بعد اللي احنا داخلين نعمله ده. افكر ان انا اصلا احتمال ما كملش معايا. يعني ما كملتش. احسن. ماشي ماشي. انت ماسكني ليه؟ يلا حضرتك اتكلم كويس. اتكلم مع دكتور. طب ماشي. لا لا، وايدك لا 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 لا. معلش ايدك ما تمدش ايدك عليا لو سمحت. بس اتكلم كويس. ماشي انا بتكلم كويس. احنا جاهزين. لو سمحت انا اسمي الدكتور فوز. يلا يا سياطة بالدنيا. الورق بقى اللي بحكي لك عليه ده هيقلب الدنيا، هينسي الناس مين السقا بتاع زمان. اشرب اللاتيه. فين الدوبلير هيعمل مكان الاستاذ؟ اهو يا ريس. فين يا ابني الدوبلير هيعمل مكان الاستاذ احمد السقا؟ ما هو واقف اهو يا ريس. ده هيعمل مكان الاستاذ احمد السقا؟ ايوه يا ريس اهو. ركبه ركب احمد السقا. انت مجنون؟ ايه علاقه ده باحمد السقا؟ انت عايز تموتني؟ التاني ظابط وهي في عصابه وبيخطفوه وفي دراما. انت عايز تموتني؟ مين ده؟ يعني بعيدا عن ده اللي حضرتك قلتها، انا مقدر مش الاستاذ المخرج برضو؟ أيوة. انا مقدر موقف حضرتك مع حضرتك الدكتور فوزي. انا فعلا دي مش شغلتي، وانا حاولت اقنعه بره، هم اللي زقوني. واللطيفه اللي بتحب النجم، ثانيه بقى ثانيه عشان انت خنقتيني. لطيفه حضرتها خطيبتي بتحب النجم، موضوع يعني بشرحه بعدين. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ ولا حاجه. انا اعتذر وما اعطلكوش. طب اعتذر بعد ايه؟ بعد ما هو اللي قاعد يقول وكب ومش وكب، وهو اللي مش عارف يشوف شغله يا فندم. طيب يا سيدي انت خلاص افسدت لي يومي النهارده.
مش معقوله كده. حضر المشهد بتاع الذبح. حاضر يا ويس. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. ربنا يخليك. لحظه واحده، لحظه واحده، اعرفك مراتي ان شاء الله مستقبلا وخطيبتي حاليا. اؤمر. طيب البنت اللي كانت هتتذبح في مشهد الذبح موجوده؟ لا مش موجوده يا ويس. ما كانتش؟ لا ما كانتش. احنا كنا عايزينك معانا في مشهد بسيط كده. لا انا خطيبتي بتمثلش، ممكن اعرف المشهد؟ لا لا ده مشهد هتتذبحي فيه بس. هتتذبحي. انا موافق. لا لا سوري ما اعرفش امثل. يا عبيطه، هتمثلي في مسلسل بيجامة الحمراء مع النجم اللي بتحبيه احمد السقا. يا بنتي ما تخافيش. انا موافق. لا 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 هيدوكي كشري. مش هتدوها كشري؟ انت بتهزر. و40 جنيه بتهزر يا فوزي؟ يا فندم تاكد ان هي هتبقى شايفه عايزين الرقبه. ايوه فوزي. بص بصي اللي هيذبحوكي. بصي اطفال اطفال ابرياء. يا بنت الخطوبه افسخيها في داهيه، انت لازم هتعملي المشهد ده على جثتي. انا موافق. خلاص ماشي. واحنا كمان موافقين. فين السكينه بالظبط؟ ايوه ايوه ايوه. اصل شفت طول الليل والنهار احمد السقا. اشربي بقى اشربي. مساء الخير يا استاذ احمد. حلو قوي. انا موافق. بسيطه و اوكي ملابس. مبروك مبروك مقدما. مبروك يا حبيبتي. يا ما انت خلي استاذ احمد السقا ينفع. جهزوها للمشهد. هو ما عرفتيش فوزي؟ انت مرمطتيني. هي مشيت يا فندم. ده بيني وبينك بقى، لو تكرمت الراجل اللي هيعمل المشهد بالراحه على الموضوع يقلب بجد. لا لا ما تخافش، احنا عندنا ناس بروفيشنال هيذبحوها من غير ما تحس. ما شاء الله واضح بروفيشنال. بسم الله ما شاء الله. حرام يجيبوا الناس دي منين؟ ها يا رامي كله جاهز؟ جاهزين يا ويس. النسوان اللي هتمسح الارض والدم موجودين؟ حصل يا ويس. طب كويس. لا هي متوتره بس. هيمسحوا ايه؟ الدم يا حبيبي. ايوه دم بتاع السينما. هي فاكره بجد حضرتك مخوفه زياده. ما تخافيش. دم دم اوانطه تمثيل يا بنتي. ياما ناس اتقتلت ممثلات. هل ماتوا بجد؟ خليكي مثقفه بقى. عاوزكم تركزوا معايا. الممثله قدامكم هتمسكوها تذبحوها. تذبحوها. بعد ما تذبحوها انتوا عارفين شغلكم وخلاص بقى. انتوا عملتوا ده قبل كده كتير. انت بنت حلال والله. اول مره تمثلي مع نجمك المفضل احمد السقا. يلا اجمدي ما تخافيش بقى. خليكي بلا فوز بلا بتاع. اسكتي على كده بقى فوزي عشان الدم هيترد. يلا يلا حبيبي. استنوا لما اقول اكشن اكشن. هايل هايل يا نورو. برافو برافو. يا نهار اسود كنت بهوب بيت البوليس تبعه. خطفني خطفني. اتذبحت اتذبحت. ايه يا هبله قومي جرتهم لك. ها عايزه تشوف احمد السقا؟ اول واحد سابك وجاري. انا عايزه اروح. اسمعك تقول اروح استوديو تاني. ها اروح اجيب لك ال 40 جنيه ولعبه الكشري. انت بتهزر. يلا قدامي. يلا على الله. اتفضل اتفضل. صدق نفسي استاذ احمد السقا الحقيقه هو نفس الطول ونفس الهيبه ونفس الشموخ. ازيك يا استاذ احمد؟ فاكرني ولا لا؟ انا اللي عملت دورك في الفيلم الاخير. فاكرك وحش فاكرك. وزي ما نطت العماره جت على خير انا مستعد لنطه الشلال. حبيبي يا حبيبي بس انا رجالتي ما يبقوش كده. رجالتي ما يتضربوش في رقبتهم. رجالتي ما فيش جبس. ها رجالتي لازم يبقوا جامدين. الرقبه لا لازم امرنه. اضرب يا استاذ احمد. لا من غير ما اضرب بس بجربها. وحش 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 وحش. يا استاذ احمد الله. استناني هنا اروح اعمل مكياج المشهد الجديد واجي لك. ها اتفضل يا استاذ احمد. هاي 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 يا حبيبي. يا الله لو عايزني اختفي كمان ممكن اختفي. ثابت وثابت انا وفخور بدبابيري. نبطشي طول السنة وحشني يا سريري. ظابط وثابت أنا 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 وفخور بدبابيري. نبطشي طول السنة وحشني يا سريري. بثبت النشال والقاتل القتال وبسد في البلطجة والخطف والتهريب. وسنين على ده الحال ماليش عزيز وحبيب. والمجرمين تمن دول 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 تحت تأثيري. بثبت النشال والقاتل القتال وبسد في البلطجة والخطف والتهريب. وسنين على ده الحال ماليش عزيز وحبيب. والمجرمين تمن دول 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 تحت تأثيري. ثابت وثابت أنا وفخور بدبابيري. نبطش طول السنة وحشني يا سيريري.
ظابط وثابت انا 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 وفاخر بدبابيري نابطش طول السنة وحشني يا سريري. فوق الجبل الجبل وبترمي في النار نار 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 ده بجد لا مش هبل مش هبل علشان كده مغوار مغوار بنط فوق الجبل الجبل وبترمي في النار نار نار ده بجد لا مش هبل مش هبل عشان كده أنا مغوار مغوار لأجل القانون أعمل مجنون واتحدى أي حرامي في الكون اديني مزد على التليفون تلاقين أنا وغيري عصم لي للميري عصم لي للميري يا ناضج انت عارفه كويس قوي انا بحبك قد ايه وعارفه كويس قوي انا مهما قابلت وشفت انت بالذات دونا عن كل الستات اللي عرفتهم حاجه تانية. اسكت خالص يا سليم. انا تعمل فيا كده؟ انا تتجوز عليا تتجوز عليا وكمان تطلقني؟ انت فاكر ايه؟ ده انا النازك السلحدار اللي اتجوزت اكتر ما صباح اتجوزت وعمر راجل ما خاني. وكمان ايه؟ تتجوز عليا واحده بلدي من الحسينيه؟ يا ناضج اهدي ارجوك. لسه شفت حاجة يا أهل كده ولا كده؟ عودي كده ولا كده؟ ايه دي سكة السكة ليه كده؟ مفيش زباين غيرك ولا ايه؟ ايه المسخرة دي هي؟ يا أهلا يا أهلا اتفضلوا حضراتكم هنا. تيني ده بينه أهبل ولا عبيط؟ انت ما تعرفش انت بتكلم مين؟ سيبه سيبه يعني الطربوش واللسة والشغل ده كله مش بما ان انا عمدة ولا ايه؟ اسمع يا علي انا ادخل في اي مكان احب اقعد في اي حتة انا بمزاجي اقعد فين؟ فهمت ولا لا؟ انا جاي عشان اقعد جنب الترابيزة الفوشيا اللي قاعدة ده هي. شايف يا علي؟ شايف سليم البدري قاعد جنبيها قد السوبر جيت ازاي وشايف هي زي حته الجبنه ازاي لسه شوف لنا حته نقعد فيها يلا خلصنا. حاضر يا عمده ده انت تؤمر يا عمده. ممكن اقول لك ايه؟ اقول لك ايه؟ ما الترابيزه ديت الوليه ده هي رافعه ايديها لوحدها كده وقاعده لوحدها فما تقعدها لحد ما يجي الناس اللي هي مستنياهم ونقعد احنا على الترابيزه. ايوه يا عمده بس ده قاعد معاها بني ادم. فين البني ادم؟ حته النبي تشاف حد الوليه قاعده لوحدها وبتضحك لوحدها انها مجنونه ولا ايه؟ هي قاعده معاها حد؟ ايوه سيب حول الله يا رب لا حول الله ربك بيخلق كتير. قفز يا ولي حياتي النبي ما شفته النبي ما شفته. سلام عليكم. وعليكم السلام. ظروفك باينه انا هخلص معاك انا هخلص معاك. تاخد كام وتسيب الترابيزه دي وتهرب من هنا؟ اخد كام واسيب الترابيزه؟ ايوه هو انت شايفني رخيص للدرجه دي؟ ما تعمليش فيها شريف. اسمع الكلام تاخد كام دلوقتي حتى انا اقدم وتاخد البهيمه اللي معاك ديت وتقوم؟ انا ابويا وامي ما ربونيش على كده. تتكلم بجد؟ ابوك ايه دي؟ ابوك وامك ربوك على ايه؟ انا ابويا وامي ما ربونيش خالص. واضح. انا عايزك تروح تجيب اكله كده ترم عظمك عشان تملى عين الوليه. متشكر. تملى عينيها يخرب بيتك. متشكر جدا. سلامي. بقول لك يا عمده اؤمر تجيب باكو تاني وتكتب عليها. باك اكتب على دي؟ انا هديك ورا ب 10 جنيه تجيب شيشه بلاستيك وتنزل عليها ضرب لحد ما بلاها صح. هي خرصه ولا مالها من ببلمه ليه كده؟ يلا هات من هنا يلا يلا. حقك يا عمده. كله الاول كله الاول هم نفسكم وحب. فز. مع السلامه يا اختي. متشكر يا عمده. متشكر. مع السلامه. ايه الناس دي؟ اقعدي اقعدي يا مليك اقعدي يا زفت انت. والله قعدت في كافيه بعد قعده الترعه والزريبه عشان تعرفهم عشان تعرفوا انتوا شغالين مع مين. يا نهارك اسود ومنيل لا هي تولع وانت قاعد على الكرسي جنبيه. استغفر الله العظيم.
تحب ناخد الاوردر دلوقتي يا عمده؟ تاخد ايه؟ الاوردر. ايوه كده علي صوتك، فاهم الرجاله البهايم دول شغالين مع مين؟ ايوه ناخد الاوردر. تاكلوا ايه يا جعانين يا بهايم؟ انا اكل ذكر بار. ذكر بار انت قاعد عند عميتك، استنى قاعد في كافيه. افهم ايه؟ انا هطلب لكم مش هتفهموا حاجه. اسم هات لي الولا الاهبل ده، هو هات له اسمها ايه ده، هي سلمون. وهات له شريم، هات له شريم، هجيب لك شريم. وايت سوس ولا ريد سوس؟ استنى ما اول مره يجي هنا تاخده وايت سوس ولا ريد سوس؟ ها؟ لا ما فيش، ماهاش هو ما بيحبش الصوص، ما تجيبلوش صوص. وهات له تاكل ايه يا ولد؟ ايه يا ولد دي؟ حد يقابل نعمه ربنا بالوش ده هو؟ ايه دي؟ انت جاي تقتل ولا جاي تاكل؟ افرض خل ايدك خليك تطفح. هات له اسمها ايه ده، هي اللي خدتها انا من يومين، ستروبري باركيه. ستروبري كيك. ستروبري كيك. اكلك ستروبري كيك، بس هتاكل ازاي بالعفنه والشنب والقرب ده هو؟ يا ما نفسي تولع وانت جنبي. حياه النبي لا شوطه، شوطه ولا مش انتوا حاسين بايه؟ ايوه شوطه صح؟ انا حاسس ان انا شوطه. نازك نزقتي ده هي. يا خراب. طب وستك هتاكل ايه يا عمدي؟ انا ما باكلش يا ابني، انا ما باكلش. انا باكل حب. بص قاعد جنبها زي العماره، عماره قاعده وجنبها حته ورده. ان شاء الله هيولع، ان شاء الله. ما تمشي بقى انت تاريخ المواقف فاتح بقه واسنانه اكتر من سنان البني ادمين العاديين. لاحظت ولا ما لاحظتش؟ قتله؟ تقتل مين؟ كل كل بس. الله يخرب انت مولود ازاي يا ابني بالكيش ده؟ مستحملاه في بيتك ازاي؟ ايه دي؟ ما خدتش المشروب بتاعك ليه؟ ما بشربش حاجه، انا ما بحبش لا مشاريب ولا زفت. انا جاي للصلاح دار، جاي للمبه عيله الصلاح دار. وقتلك ليه؟ انا مش هقتلك ولا حاجه، انا ساعتها هجوز اول كلب يعدي قدامي دلوقتي. قلتيها اخيرا. مساء الخير يا نازج القلب والروح. انت تاني؟ ياه انت ايه يا سليمان، ما بتيأسش؟ لا ما بيأس يا اخوي، وراك وراك ان شاء الله لحد ما فليسك ما خليكش تملك علبه كبريت. تبقى بتحلم يا سليمان. سليم عشان حد يفلسه محتاج سنين وسنين. طب بذمتك انت لو راجل بتحس وبتفهم يبقى دي الحوار الدار دلوقتي وقاعده معانا ست الناس الالمظايا ده هي، لكن انت هتحس منين؟ تخنك قالب على سيدك دايس على مشاعرك، هتحس منين انت؟ اسكت بقى، بعدين بعدين. وحشتني يا نازك. انت باين عليك اتجننت يا عمده. طبعا اتجننت، ومين يشوفك ما يتقش طلقه في راسه؟ ايه؟ مين بيشوفك وحواجبك ما تلعبش لوحديه؟ يا خبر اسود. تصدقي تصدقي انت احلى من ايه بالنسبه لي؟ ايه؟ احلى من احلى لحظه في عمري بقضيها يعني. عارفه ساعه الاوالح بتاعت الدوره لما بتولع وتعمل كده ركيه نار وعليها براد الشاي تحت النخله كده في العصاري؟ انا بحب اللحظه دي، انا ضحيت باللحظه دي لاجل العيون دي. اوالح؟ ما تحترم نفسك يا راجل انت وتحترم سنك. ايه اوالح مولعه دي؟ ايه ما تعرفش اوالح من مولعه؟ وانت بتتكلم ليه اصلا؟ ايش اخشاشك؟ انت قاعد معانا على الترابيزه، قوم غور في اي داهيه من هنا. انا اللي قاعد ليه؟ ايوه القعده بقت سريه وخاصه، بقت ما بين العمده وست الكفر. ياي ست الكفر. ايوه ست الكفر والفدادين والترعه والملك ده كله. ايه ست الكفر دي؟ بأمارت ايه بقى ان شاء الله؟ بأمارت انها هتبقى مرات العمده. انت بتحلم يا عمده. انا وسليم صحيح متطلقين بس خلاص قررنا نتصالح ونرجع لبعض. جاي ليه؟ هيفيدك بايه؟ اتغريتي في طربوش ولا البدله اللي لابسها؟ هتعملي بيه ايه؟ وبعدين التخان مضرين في الجواز ومتعبين. اسمعي كلامي فعلا؟ ايه شوف العصفوره اللي قدامك بيتحرك في الدار كده ما تحسيش بيه، ده متعب وهتعينك في الصيف قوي بتخنق اهو. اسمعي كلامي، ده لو صيفت بيه يتقبض عليكوا على البلاد. ده البس مايوه دي، شوفيني انا في المايوه، شوفيني شوفي عودي. اسمعي كلامي، وبعدين انا بالنسبه للجواز مش مكلف، انا متر ونص اعمل جلابيتي، روح اشتري له 40 متر بقى عشان تستري لحمه ده هو. اسمعي كلام، اسمعي كلام يا نازك، انت بتضحكي عليه بعض قدام، ولو هو قادر يرد عليا يرد. اسمعي كلام، السلطة حلوة يا بنت الناس. بقولك يا سليم ما تزعلش نفسك، سيبني انا. متر؟ ليه متر؟ احنا كنا حلوين لسه. اوامرك يا هانم. انتوا عاوزين نيجي عندكم هنا مرة تانية ولا لا؟ ليه يا هانم، في حد زعل سيادتك ولا حاجة؟ الأستاذ اللي قاعد ده احنا ما نعرفوش، ما شفناهوش، ما كلمناهوش، ومع ذلك قاعد هنا وسطينا. معقولة العمدة زعلك يا هانم؟ هو سيادتك ما تعرفهمش ولا حاجة؟ بس يا ابني الرغي ده هو، حياة النبي حياة العيون ده، قولي لي مرة واحدة سلامونتي وأنا أم البيت. وبعدين بقى؟ ولا بعدين ولا قبلين، سلامونتي سلامونتي. عايز التخين ده يسمعها والنبي لا تفرسيه وتقوليه. لا
ده مش ناوي يجيبها البر بقى النهارده. يعني هتعمل ايه؟ اديني قاعد ومش ناوي اجيبها البر. ورينا هتعمل ايه الطربوشك ده هو. قوم يا سلامونتي قوم بقى. والله انا كنت ناوي يعني اضرب العره اللي قاعد جنبك ده هو، بس انا هقوم وانكبس بمزاجي. احاسب لك يمكن لفند اللي معاك الفلس. ميرسي. تسلمي تسلمي. السلام عليكم يا دريخي. مع السلامه يا اخي. الله يسلمك. السلام عليكم يا ست الناس. وانت حسابك معايا. هي يا عمدي سبع ولا ضابع؟ ولا ده سؤال يا ولي. اكيد خلص معاها. خلصت معاها؟ هو انا من نقكم وشؤمكم عليا ونظره عينك المرعبه ده هي هكسب في حياتي ربع ساعه؟ ايه النحس ده هو؟ اني غلطان، اني غلطان اني جبتكم من زريبه الحلاليف وشغلتكم معايا. ايه يعني الوزه صارت؟ صارت. طارت منين يا ولد؟ انا العمده. استنى عليها شويه. سليم؟ ايه ده يا سليم؟ انت بتخدعني؟ رجعت لها. حلو قوي، يبقى انها هتولع يا ولد. يا رب الولاد ايه تولعها ويلعب نار. تقول لها انا مين؟ انا الأميرة نورهان مرات الباشا. مراتك؟ هاب. انا عايز اسألك سؤال. ما جاش في بالك وانت بتصيف الراجل اللي هتتجوزيه غير الكلب؟ ايه دي؟ خزعتينا وخلتينا نهوه قدام الغفر بتاعني. وصفيني مثلا بأسد، بجمل، بديناصور. اخش ضارب عليك نار كده واشرفك. بس معلش تهون الهواوه عشان عيونك يا قمر. تتجوزني يا سليمان؟ صراحة انت فاجئتيني. اديني شهرين ثلاثة افكر. ايه؟ هو دي اللي انا كنت عاوز. لعلمك انا ما كنتش جاي عشان اتجوزي، كنت جاي عشان اخلي سليم يهوهر في اخر حياته. سلام عليكم. يا كلب يا جذبة. بصيب. استرها يا رب. يا رب ما تتقتل في الولاده يا رب. اقومها بالسلامه. اهدى بس يا عمدي. اهدى ايه ونيلك ايه؟ انت مش عارف ستك نازك. ستك نازت من العيال الفرافير دي بتاعت الخرم فليكس والحاجات دي. ما تستحملش الحزق والولاده. الولاده دي حاجه بسيطه. اسال مالي. انت جاي تستظرف ومراتي بتولد. بقول لكم ايه؟ انا اسود لحظه عندي دلوقتي موتراني ومجنناني ان انتوا الاثنين معايا. سيبوني في حالي بقى وشكوا شوق. ما انا خايف تخلف برص. احنا ايه يا عمدي؟ احنا حضرنا كل ولادات عيال. انت نسيت ولا ايه؟ لا ما نسيتش يا اخويا. كلهم طلعوا عيال منظورين. اللي عينه معوج واللي راسه مقلقسه كده واللي طالع اهبل مش فاهم حاجه. ابعدوا عني. ابوس ايديكم. عايز خلفه نضيف. يلا غور من هنا. دول عيال. يلا غور من هنا. غورهم. النبي يا رب ما تتخنق في البنك. نجيها يا رب. نجيها يا رب. استرها يا رب. يا دكتور انت خارج تشم هوا في البلكونه. ما تطمني مراتي عملت ايه؟ اهلا اهلا عمده. احنا لسه هنتعرف. قول لي الست جابت ايه؟ مبروك جبت بنت واسمها زهره. طب بنت وعرفناها نعمه من ربنا. ومين اللي سماها زهره ان شاء الله؟ اداره المستشفى هي اللي سمتها. نصره النبي. ايوه ده اوفر من المستشفى. المولود معاه اسمه مجانا. اوفر ايه ونيله ايه؟ انا الاب وانا اللي اسمي بنتي يا ناس. دي بنت خليط المستشفى وقسما بالله انا ما اقدرش اغير اسمها. والله العظيم ما تقدر تغير اسمها. خلاص متشكرين يا رب. بنتي اسمها زهر. نعمه من الله. الحمد لله. وطمنا على صحه البنت. نازله حلوه كده البنت؟ بسم الله ما شاء الله عليها. بس خير. بس خير. عندها عيب خلقي ما اقدرش اعمل لك حاجه فيه. نعمه من ربي. ايه هو العيب؟ البنت هتعيش في اول فتراتها بشكل طبيعي وكأنها آثار الحكيم. آثار الحكيم؟ وبعدين؟ في فترة هتتعرض لحوارات، حركات، تغيرات هتخليها بالتبعية تبقى إلهام شاهين. إلهام شاهين؟ إيه دي؟ وأنت دكتور الله عراف؟ ليه بس كده يا رب؟ يجي لي بيت تعيش معاها على إنها آثار وأحبها وأحضنها وفجأة تبقى إلهام؟ إيه اللخبطة ده عيّاً؟ إهدى يا عمدة، إهدى. هتعترض على إرادة ربنا؟ اللهم لا اعتراض يا سيدي، اللهم لا اعتراض. في حاجة تانية يا سيادة العراف؟ لا يا عمدة، تقدر تستلم المولود اللي اسمه زهرة. اللي هتتحول تبقى إلهام شاهين. لا، آثار الحكيم. والله اللي اتلخبطت من بنتي لحد من دلوقتي متلخبط فيها. احنا متشكرين ليك قوي، متشكرين. الحمد لله، الحمد لله، الشكر ليك يا رب. تيجي تتحول تتنقل المهم تبقى بنتي مالية عليا دنيتي. عروسة وعرسها سلم
عليا.